دكتور وضع النهارده مش عارف سمعت النهارده الخبر مش عارف كنت اشوف يا عم يلا يا شباب بص بقى على خلاص صوتي يا دكاتره يا دكتور خليك معايا يا عم بصوا بقى يا جماعه النهارده هنتكلم عن اللوكيميا كلام بقى يا دكاتره يا دكتوره يا دكاتره هنتكلم الاول دردشه كده عن اللوكيميا بدايه ايه المشكله لما يبقى واحد عنده لوكيميا لما تبقى قاعد على قهوه تلاقي خليك معايا يا رشدي معاك ولا لما تبقى قاعد على قهوه تلاقي بتاع الشيشه يجي يقول لك بحط لك القهوه على الشيشه هو ايه المشكله لما يبقى فيه لوكيميا ترد عليه تقول له ايه؟ عايزين الاول الاجابه بتاعت القهوه، يعني جايز مش كلام علمي قوي. ترد عليه تقول له خد بالك اللوكيميا في واقع الامر بتعمل مشكلتين. لان اللوكيميا يعني ايه يا جماعه؟ يعني انت بتتكلم ان الوايت بلاد سيلز عليه يتقوش. طب ايه المشكله في كده يعني؟ اقول لك لا ده مش مشكله واحده، ده انت عندك مشكلتين. المشكله الاولى ايه هي يا جماعه؟ ان احنا عندنا لما بيحصل مالجنت بروفريشن اوف وايت بلاد سيلز هي بتحصل فين في الاول؟ هتحصل هنا اهو في البول مارو. واضح ولا مش واضح؟ وخد بالك ان هي دايما تحصل او بتحصل في خليه غير ناضجه، يعني ايه غير ناضجه؟ يعني لسه كبيره في الحجم، لان احنا اتفقنا قبل كده ان الخليه بتبقى كبيره وبعدين تبدا تصغر، فهي بتحصل في خليه ايه يا جماعه؟ خليه كبيره، فاول مشكله هتقابلك ايه هي بقى؟ ان في بطيخ في البون مارو، يعني هتدوس على كل الخلايا الاخرى اللي موجوده في البون مارو، يعني لو ما اتكلمناش خالص مشكله اللوكيميا رقم واحد انها عملت ايه يا جماعه؟ بون مارو فيليير، صح ولا غلط؟ تقوم انت تقول لي اه عشان كده بقى عيان اللوكيميا بيبقى عنده انيميا، عشان كده عيان اللوكيميا بيبقى عنده بليدنج، عشان كده عيان الانيميا بيبقى عنده ريكرنت انفكشن، لان حتى الوايت بلاد سيلز اللي عندك بتبقى خلايا ايه يا جماعه؟ اماتيور، يعني انت بتتكلم خليه شويه عيال وعشان كده ما بيعملوش اي حاجه، فدي المشكله الاولى، يقوم بتاع الولعه اللي بيحط لك الولعه على الشيشه هيقوم قايل لك ينفخ ويجرب لك الشيشه كده يشوفها سالكه ولا لا، وبعدين ينفخ دخان الشيشه في وشك ويقول لك ايه؟ ويقول لك طب في مشاكل ثانيه؟ تقول له ايه بقى المشكله الثانيه؟ اقول له ايوه في مشكله ثانيه. المشكله الثانيه ايه هي بقى يا جماعه؟ ده ايه؟ ده البون مارو، طب ايه اللي انا رسمه ده؟ ده بلاد فيسل، والبلاد فيسل زي ما انتم عارفين في كرات دم بيضاء زي اما برضه في كرات دم ايه يا جماعه؟ حمراء. طب هو ايه الفرق بين كرات الدم البيضاء وكرات الدم الحمراء؟ غير بس ان دي بيضاء ودي حمراء عشان ما حدش يستظرف احنا قاعدين. ايه الفرق الفلسفي بين كرات الدم البيضاء وكرات الدم الحمراء؟ هناك فرق جدا مهم جدا، ايه هو بقى؟ ان كرات الدم الحمراء لما بتزيد في البلد بتعمل ايه يا جماعه؟ هايبر فيسكوستي، يعني تلاقي الدم بقى لزج قوي، تلاقي الدم مليان ار بي سيز، وبالتالي بيحصل ايه يا جماعه؟ نوع من انواع البوليسايسيميا اللي بتخلي الدم لزج. انما الوايت بلاد سيلز لما تزيد ايه اللي بيحصل؟ الوايت بلاد سيلز تمتاز عن الريد بلاد سيلز بايه يا جماعه؟ بقدرتها، قدرتها على ايه بقى؟ على التيشو انفلتريشن. ده جزء من وظيفتها ان هي تهاجر للتيشو عشان تعمل ايه؟ عشان تقضي على الاورجانيزم، تقضي على الانفكشن. وبالتالي انتوا فهمتوا انا عايز اقول ايه؟ ان اللوكيميا مش مجرد ان وايت بلاد سيلز كتير، دي كمان هتخترق ايه يا جماعه؟ التيشو، وتعمل ايه بقى؟ تيشو انفلتريشن. عشان كده واحد فيكم يقول لي اه عشان كده ممكن القلب يتاثر، ممكن الكليه تتاثر، ممكن الدماغ يتاثر، ممكن حاجات تانية كتير تتاثر. يبقى اذا مشكله اللوكيميا بالبلدي كده وكلام اهاوي مشكلتين، المشكله الاولى ايه يا جماعه؟ بون مارو فيلير. طب والمشكله الثانيه ايه يا ولاد؟ تيشو انفلتريشن. تقول لي بس هو خد بالك بقى في عندنا حاجة اسمها أكيوت لوكيميا وفي حاجة اسمها إيه يا جماعة؟ كرونيك لوكيميا، وركزوا في المقدمة دي لأن هيتبني عليها حاجات كتير بعد كده. في حاجة اسمها أكيوت لوكيميا وفي حاجة اسمها إيه يا جماعة؟ كرونيك لوكيميا. راحت ولا جت؟ هي عبارة عن إيه؟ عبارة عن لوكيميا، بس إيه الفرق الفلسفي؟ عشان برضو بتاع الشيشة لما يقول لك طب إيه الفرق بين اللي عنده أكيوت لوكيميا وكرونيك لوكيميا؟ قول له الأكيوت لوكيميا تمتاز بأنها أكيوتاً. يقوم هو باصص لك كده ويقول لك يعني إيه أكيوتاً؟ إيه اللي خلاها أكيوت؟ قول له لان المالجنانت بروفريشن بيحصل على مستوى ايه يا جماعه؟ بلاست سيلز. يعني ايه بلاست سيلز؟ قلنا في اول حصه بقى كلمه بلاست سيلز يعني خليه صغيره قوي في السن لكنها كبيره قوي في الحجم. يعني بالبلدي عشان الراجل يفهمك بتاع القهوه قول له يعني حصل ايه يا جماعه؟ بطيخ في البون مارو. وبالتالي المشكله الاساسيه هتبقى فين بقى؟ بون مارو فيليير، صح ولا غلط؟ لان البون مارو اتداس عليه بالبطيخ اللي في البون مارو ده، فبيحصل بون مارو فيلير، ولا في ار بي سيزات ولا في بليتلت ولا في اي حاجه. يقوم قايل لك طب والكرونيك ايه بقى؟ قول له الكرونيك حصل برضه مالجنسي لكن على مستوى اكثر نضجا من البلاست سيلز، وما دام اكثر نضجا يبقى بدات الخليه ايه يا جماعه؟
تصغر شويه. يعني ايه تصغر شويه؟ يعني بدل بطيخ في البون مارو هيبقى فيه ايه بقى؟ برتقان في البون مارو. برتقان في البون مارو هيعمل بون مارو فيلير؟ اه هيعمل بون مارو فيلير، لكنها مش هتبقى المشكله الاولى، هتبقى المشكله الايه بقى؟ الثانيه. لان بدل بطيخ هيبقى فيه ايه يا جماعه؟ برتقان. يعني ايه الكلام اللي انا بقوله ده؟ يعني لما نيجي نشرح كمان شويه الاكيوت لوكيميا في الكلينيكال بيكتشر، رقم واحد هتبقى ايه؟ بون مارو فيلير. ورقم اثنين ايه يا جماعه؟ تيشو انفلتريشن. طب في الكرونيك لوكيميا الطالب المهرجة الهندي بقى اللي هو ايه يا جماعه؟ الطالب اللي هو اي كيو شمبانزي، لما يرجع يذاكر تساله انت بتعمل ايه دلوقتي؟ يقول لك انا بذاكر الاكيوت لوكيميا. هو نفس ذات الطالب اللي بيذاكر من نفس ذات الكتاب، اللي تيجي تساله نفس ذات السؤال انت بتعمل ايه دلوقتي؟ يقول لك انا بذاكر ايه؟ كرونيك لوكيميا. الشخصيه اللي زي دي قطعها خالص. ليه تقطعها؟ لانه لسه مش واخد باله ان دي هي دي. بس في الاكيوت لوكيميا هبدا بايه يا جماعه؟ بون مارو فيلير ثم تيشو انفلتريشن. طب في الكرونيك لوكيميا نبدا بتيشو انفلتريشن ثم بون مارو فيلير. ولما في الشفوي يقول لك ما احنا هنشرح بقى دلوقتي، يعني ان الوايت بلاد سيلز بتهاجم التيشو، تعمل ايه بالظبط؟ هنفهم كمان شويه. يقوم يسالك طب ليه بيحصل كده؟ قول له وانا شايف الكلمه دي علميه قوي، ان الاكيوت لوكيميا بطيخ في البون مارو، انما الكرونيك لوكيميا ايه يا جماعه؟ برتقان في البون مارو. حلو الكلام. المهم بقى نبدا نتكلم زي الناس بطريقه علميه بقى، ونبدا بالاكيوت ولا بالكرونيك لوكيميا؟ نبدا بالاكيوت. خد بالك الاكيوت لوكيميا، انظر الاطفال، يعني خدتوه طبعا في الاطفال وعارفين كويس قوي ان في نوعين من الاكيوت لوكيميا، نوع اسمه اكيوت لينفوبلاستيك لوكيميا، والنوع الثاني ده لو كانت المشكله في الليمفوبلاست اللي هي في الليمفوسايت. انما في نوع ثاني بقى في خلايا الدم البيضاء الثانيه غير الليمفوسايت، يبقى اسمها اكيوت مايلوبلاستيك لوكيميا. وانا شخصيا شايف ان مفيش فرق كبير قوي، لان الكلينيكال بيكتشر وحتى الانفستيجيشنز تقريبا بتاعه الاكيوت ليمفوبلاستيك هي هي الايه يا جماعه؟ المايلوبلاستيك. عارف الفرق الوحيد هيبقى فين؟ في التريتمنت لما نيجي نعالج، لان خدته في الاطفال طبعا. ان مين اللي انتوا حطوها في الاطفال بتركيز اكتر؟ طبعا الليمفوبلاستيك، يعني الليمفوبلاستيك مستكومن في مين؟ في الاطفال. انما المايلوبلاستيك دي اللوكيميا الايه يا جماعه؟ الشبابيه اللي بتيجي فين؟ وعلى فكره البروجنوزس بتاعها بيبقى اسوا بكتير من ايه؟ من الاكيوت ليمفوبلاستيك. المهم نبدا كلينيكال بيكتشر، سواء ليمفوبلاستيك او سواء ايه يا جماعه؟ مايلوبلاستيك، ونهدى بقى خالص. اولا هذا العيان الحقير هيشتكي من ايه؟ سواء ليمفوبلاستيك او مايلوبلاستيك ما دام هو اكيوت، هيشتكي رقم واحد بون مارو فيليا. هو انا لو كتبت بون مارو فيليا رقم اثنين اجيب كام؟ صفر طبعا. طبعا صفر، ويبقى اكرم لك واشرف لك تسيب فراغ في ورقه الاجابه عن ان انت تبدا رقم واحد تيشو انفلتريشن. يعني ينفع اقول مثلا رقم واحد اسبلينوميجالي مثلا؟ لا، لازم ابدا رقم واحد ايه في الاكيوت يا جماعه؟ بون مارو فيليا. وانا مش جاي النهارده اقول ايه هي المانيفستيشنز بتاعت البون مارو فيليا، لاني امسك مكونات الدم وقللها كلها بقى ونبدا رقم واحد الار بي سيز. الار بي سيز هت ايه يا جماعه؟ هتقل، يحصل انيميا. نفس صفات الانيميا بتاعت ايه؟ الابلاستيك انيميا بالظبط. ار بي سيز قليله، لكن ممكن في الشفوي يقول لك هو ليه الار بي سيز بتقل؟ قول له رقم واحد لان في بطيخ في البون مارو. يقول لك في حاجات تانية، اقول له اه في حاجات تانية. ليه يا جماعه الار بي سيز بتقل؟ في ممكن اول حاجه قلنا ان حصل ايه يا جماعه؟ بون مارو فيلير، عشان اداس عليها بالبلاست سيلز اللي موجوده في البون مارو. طب ورقم اثنين بقى؟ يقول لك رقم اثنين ان هذا العيان الحقير بيبقى عنده بليدنج. طب ما البليدنج ممكن يعمل ايه يا جماعه؟ انيميا. طب ورقم ثلاثه؟ موت وخراب ديار. يقول لك الوايت بلاد سيلز المالجننت نفسها عندها القدره ان هي تطلع انتي باديهات، تقوم الانتي باديهات دي تعمل ديستراكشن لايه يا جماعه؟ للار بي سيز. على فكره في حاجه رابعه تعمل انيميا وانتم المفروض تبقوا عارفينها، هيموليتك انيميا لو انت فاكر. وقلنا الورم طيب، مين فاكر اسباب الورم طيب؟ اوتو اميون هيموليتك انيميا. الورم طيب لما قلنا اربعه ايه؟ اربعه ال، فاكرين ال الاولى لوكيميا، لوكيميا او 3 سي ماشي، بس انا مش عايز اقول سي 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 برضه الناس اللي معانا فممكن ايه يا جماعه؟ 4 ال. ال الاولى اللي هي ايه؟ لوكيميا. كانت دي بقى لما تقولها في الشفوي لوكيميا تعمل اوتو اميون هيموليتك انيميا وورم طيب. بالمناسبه كولد طيب اوتو اميون هيموليتك انيميا اسبابها ايه؟ كولد طيب، ايديوباسيك. وكان في كمان ايه اللي يقول الثلاث اسباب؟ مايكوبلازما والمونو انفكشس مونوكليوزس هيبسي. والهيبسي، هيبسي كان بيعمل حاجه اسمها لو انت فاكر اي ام سي على وزن جي ام سي، بس سيبك من المواضيع دي دلوقتي لان هو احنا ضعفنا كويس قوي. فالمهم ان تجيبها كده، تجيلها كده، الراجل ده عنده انيميا. مين شاطر يقول الانيميا في الاكيوت لوكيميا تمتاز بانها ايه؟ بانها سيفيرا. ليه سيفيرا؟ طب انا هقول لكم على حاجه يا جماعه، ينفع واحد يبقى عنده اكيوت لوكيميا وما عندوش انيميا؟ انا بقول لك اهو نيفرا ايفرا، لا يمكن. يعني لو واحد كده مكتوب على قفاه جيت تقلبه لقيت مكتوب اكيوت لوكيميا،
وجيت تعمل سي بي سي لقيت الار بي سيز نورمال، هل ممكن يبقى لوكيميا؟ الاجابه لا. اصل يا جماعه نظريا استحاله، لان انا عندي بون مارو فيلير بيبطيخ في البون مارو، فلا بد ان هذا العيان عنده ايه؟ انيميا، وهذه الانيميا تمتاز بانها ايه؟ سيفيرا. طب ورقم اثنين بقى البليتلت قليله، وبالتالي عنده ثرومبو سيتوبينيا، وهناخد بعد كده ان البليتلت لما تقل الايه؟ الوايت بلاد سيلز مالها؟ انتي بودز ازاي هي بتعمل انيميا؟ الاربع اسباب يعني، ما احنا قلنا رقم واحد بون مارو فيلير، رقم اثنين اللي فيه بليدنج، رقم ثلاثة اللي فيه انتي بودات ممكن في بعض الانواع تهاجم مين بقى؟ تهاجم الار بي سيز. رقم أربعة اللي احنا قلناها اللي هي بتاعه بالظبط الورم تايب اوتو ميون هيموريتيك انيميا، ودي غالبا بتتنسي في الامتحان فمش لازم تكتبوها او مش لازم تحفظيها لانك هتنسيها وهتنسي معاهم الثلاثه في الاول على طول. فده كده اللي هو انيميا. ندخل بعد كده بليدنج. البليتلت لما تقل تعمل ايه بقى يا جماعه؟ ركزوا معايا، طبعا هناخد بعد كده بربره. بالمناسبه يا بتوع الاطفال يا متطفلين، هي البربره اللي نتيجه نقص في البليتلت ايه؟ تبقى بالبابول ولا مش بالبابول؟ يعني تبقى ريز دي اتش مش بالبابول؟ لا ايه رايك؟ لا مش عارفين البربره كان فيه فاسكولار كان فيه يا جماعه الفاسكولار هي البالبابول. الفاسكولار دي على فكره من المفارقات الغريبه جدا في الطب واللي ملهاش تفسير علمي، اللي انا شخصيا مش عارف جت ازاي، وانا لا اخجل ان انا اقول على حاجه ما اعرفش تفسيرها العلمي. ان بليتلت بربره بليتلت على الرغم ان هي بحرف البي الا ان هي نوت بالبابول، والفاسكولار اللي ما فيهاش بي هي البالبابول. جت ازاي دي؟ لو انا اللي كنت بألف الموضوع ده كنت عكستها طبعا، بس البليتلت بربره بتبقى النوت بالبابول، انما الفاسكولار هي اللي بتبقى ايه يا جماعه؟ هي اللي بتبقى بالبابول. مش ده موضوعنا لان هنقول الكلام ده بعد كده. هي المشكله مش في البربره، مش في نقطه حمراء هتطلع لك. المشكله يا جماعه ان البليتلت لما بتقل قوي ممكن تعمل نزيف، وهذا النزيف الحقير ممكن يبقى في اعضائك الداخليه او في الفتحات الخارجيه، وهناخد الكلام ده بعد كده في الايه يا جماعه؟ في البليدنج. واخشى كل ما اخشاه ان يحصل ايه يا جماعه؟ ده سبب الوفاه على فكره، ولو ما لحقتش العيان ده بسرعه هيموت منك بسرعه بسبب سيريبرال هيموريدج. البليتلت بتاعتك تقل قوي يقوم ممكن معرض لايه يا جماعه؟ للسيريبرال هيموريدج، خصوصا ان هذه العمليه قد تكون اكيوتا. فطبعا سبب الوفاه من اعتقد ده تاني سبب وفاه موت العيان ده هو السيريبرال هيموريدج. طب رقم ثلاثة الوايت بلاد سيلز، هي كتير بس مش شغاله، وبالتالي ريكرنت ايه يا جماعه؟ انفكشن. طبعا في اي حته بقى، يعني ممكن بسبب الجرام نيجاتيف، ممكن بسبب الجرام بوزيتيف كوكاي، ممكن بسبب ممكن يبقى فانجل انفكشن، ممكن يبقى اي حاجه في الدنيا، اي انفكشن ممكن يعمل ايه يا جماعه؟ ريكرنت انفكشن. وخصوصا ايه بقى؟ الكلام اللي انتوا عارفينه من الاطفال، سور ايه؟ سروت. معايا؟ ممكن مكان الحقنه مأساة، لما ياخد حقنه في اي مكان ممكن يحصل سكين انفكشن. واضح ولا مش؟ يو تي اي ريسبيراتوري تراكت انفكشن، اي حاجه بقى جي اي تي، اي انفكشن ممكن ايه يا جماعه؟ يبقى اذا رقم واحد بون مارو فيلير. سهله ولا صعبه؟ سهله قوي. والمفروض البون مارو فيلير تشطب عليها. تشطب عليها ليه؟ لانها تتالف. بس انا هعيد تاني واقول ان البون مارو فيلير هنا لازم تبقى موجوده وتمتاز اعراضها بانها ايه يا جماعه؟ وبينه وبينكم عيان الاكيوت لوكيميا شكوته الاساسيه هي في البون مارو فيلير. لكن بص للرسمه دي وقول لي رقم اتنين تبقى ايه بقى؟ تيشو انفلتريشن. ويعني ايه تيشو انفلتريشن؟ وايت بلاد سيلز عندها القدره انها تهاجر للتيشو، تقوم تعمل لك تيشو انفلتريشن. خد بالك ان التيشو انفلتريشن كل اعضاء جسمك، بس اول عضو نبدا نتكلم عنه ابدا كده الطريق من اوله لستنى. عشان تبدا تخرج تروح للتيشو ابدا الاول ببون مانيفيستيشنز. البون اخبارها ايه؟ تندر. طبعا تندر، بون مارو شغال وبطيخ في البون مارو يخلي عضمك بيوجعك، وخصوصا خدته قبل كده الاستبنم تيجي تضغط عليها تلاقيها هشه وبتوجع، وكانك بتضغط على قشره بيضه مسلوقه. والله اكتب الكلمه دي، وكانك بتضغط على قشره بيضه مسلوقه. انت واخد بالك تندر ايه يا جماعه؟ استرنال. ليه ما بتقولوش في التيشو انفلتريشن ليمفادينوباثي؟ في الليمفوبلاستيك ابدا بالليمفادينوباثي. طب في الميلوبلاستيك نفس الكلام، بس هتبدا بالسبلينوميجاش. يعني الليمفو الليمفادينوب طبعا الليمفادينوباثي فين بقى؟ قد تكون سيرفايكال، قد تكون ميدياستاينال، عشان كده ممكن تبقى الشكوى العيان ايه؟ ممكن على فكره تبان ميدياستاينال، يعني يجي يقول لك انا عندي كحه مثلا ومش عارف سببها ايه. طب انت بتدخن؟ ولا عمري دخنت، ده انا حتى ما بدخنش القميص بالبنطلون. طب انت مش عارف ايه؟ يقول لك لا. ومع ذلك تلاقيه بيكح وتطلع في الاخر ليمف نود في الميدياستاينا، ليمفوما بقى لوكيميا. وفي ناس كتير كده على فكره بيتشخصوا بالطريقه دي. ممكن يحصل، شوف بقى الطب المصري الوقح من 1905 السؤال ده بيتسال، وما دام بيتسال هتلاقيه بيتسال لحد النهارده، مع اني نادر انك تشوفه على فكره، بس سؤال نظري حلو. يقول لك طب العيان ده تلاقي دايما، وانا بقول لك اهو
تلاقي الدكتور عم رافع نظارته في شفوي يقول لك هو ممكن عيان اللوكيميا اصفر. هو عايز يسمع، هو مخه موصله انه عايز يسمع هي الكلمه دي بورتا هيباتس اوتر. بس هو بيديك درجه نهائيه يقول له تصدق بالله انت مخك صغير قوي، ذكرات صفرة صفرة بورتا هيباتس معايا. هو دايما كده يقول لك البورتا هيباتس اللي هي الليمف نود اللي هنا اصلا غبي قوي ونادره قوي لكن دايما يتسال قوي. فاقول له اي ليمف نود في الجسم ممكن يكبر يعني، لو حظه بقى ان البورتا هيباتس هي اللي كبرت ممكن تعمل جونز. خد بالك بقى في عندنا كمان اسبلين يكبر ماشي. هل الكلام ده مهم قوي في الاكيوت لنفوبلاستي؟ خدته ايه في الاطفال؟ مش قوي على فكره في الاطفال. انت بون مارو فيلير على فكره، وعلى فكره في الاطفال لو انت ما شخصتوش من مجرد البون مارو فيلير مع الليمف نود كده شويه العيان ده هيموت اصلا قبل ما ايه يا جماعه. ولكن برضو ممكن يحصل تيشو انفلتريشن مايلد شويه. ليه بيحصل ليه اللي هو ايه؟ ليه بيحصل ليه ما كل ده انفلتريشن؟ ما احنا كل ده بنتكلم في ايه؟ تيشو انفلتريشن وايت براد سيلز. خد بالك بقى وايت براد سيلز في تيشو انفلتريشن قلنا رقم واحد ايه؟ بون، وبعد كده ليمف ايه؟ دينوفاسي، وبعد كده قلنا ايه؟ اسبلينوميجالي. طب وبقيه الاعضاء؟ اقول لك بقيه الاعضاء كلها ممكن تبوظ. وعشان ما تنساش بقيه الاعضاء اللي هي ايه وركزوا معايا لان الحته دي رخمه شويه. هنبدا بالسكن والكيدني زي مين بالظبط اللي كنا بنبدا او هنبدا بالسكن والكيدني زي مين بالظبط؟ امراض الروماتولوجي. فامراض الروماتولوجي لما ناخدها اقول لك الاكسترا ارتيكولر، هنبدا سكن وكيدني وبعدين 3 سي وهم هم هنا برضو. وانا اسف لو الكلمه دي جايه على الجرح عند البعض منكم اللي هو 3 سي سي سي، يبقى سكن وكيدني وبعدين 3 ايه يا جماعه؟ سي. وبعدين نزود حاجتين خدتوه في الاطفال. لو انت فاكر دكتور الاطفال وهو بيشرح اللوكيميا واكيد شريط حياتكم بيمر قدام عينك كده، كان ركز على حاجه مهمه قوي. قال لك طفل صغير بس لازم تبص على حاجه فوق وتحت، الجم والتستس، صح ولا غلط؟ فقال لك الجم وتستس. تستكلر طبعا بيحصل فيها ايه يا جماعه؟ تلاقيها فيها مشاكل زي ما تشوف دلوقتي. خد بالك بقى سكن وكن، اجيب من الاخر ولا نلف وندور في دايره مفرغه؟ ايه رايكم بقى؟ نجيب من الاخر مره واحده في حياتنا. تلقى اصل طالب المهرجه الهندي بيعمل ايه؟ يرجع بيته وبيحصل في السكن كذا وكذا وكذا وبعدين رينا وبعدين ومش هنخلص بقى. يبني اي عضو من دول بيحصل فيهم ثلاث حاجات. اي عضو. ومن لطف الاقدار بينا ان الثلاث حاجات دول بيبداوا بحرف الان. لا مش بحرف الان، حرف الان. حرف اللي هي ان اي ان يعني. افهم بعد شويه قوي يا جماعه. اي ان حرف الان. انتوا واخدين بالكم؟ يعني ايه هما بقى؟ ما هو الانجليزي كله ما فيهوش الا ثلاث كلمات بيبداوا باي ان اللي هم ايه؟ انفكشن. وطبعا اعتقد مفهوم ليه ولا في حد بيتساءل؟ انفكشن. والان الثانيه انفاركشن او انفلتريشن. ماشي اسهل. انفلتريشن ومفهوم ليه؟ وايت بلاد سيلز بتروح تهاجم الايه يا جماعه؟ كتير قوي فشويه عيال فبيلعبوا بقى يقعد يتوزع على الاورجنز كلها. فتلاقي بقى انفلتريشن في دماغك في قلبك في اي حته. طب والاي ان الثالثه؟ انفاركشن. برضه مفهوم ليه؟ ليه بيحصل انفاركشن؟ ده ايه؟ عضو، اي عضو. يعني ده رمز رسمه ترمز الى اي عضو في الجسم. وده ايه؟ بلاد فيسل صغير بيغذي هذا العضو. معايا؟ وانا عندي وايت بلاد سيلز شويه عيال، يقوم يعملوا ايه شويه العيال؟ عيال بقى بتتنطط وملايين، يعني مئات الالاف 200,000 انت ومصيبه. فتلاقي في ايه يا جماعه؟ وايت بلاد سيلز بالهبل، يقوم يعملوا ايه؟ حاجه اسمها ليكوستيزيس. من الاسم واضح ليكوستيزيس يعني ايه؟ اللي هو ستيزيس اوف الليكوسايت. تلاقي ليكوستيزيس، انتوا واخدين بالكم يا جماعه؟ فتلاقي البلاد فيسل ايه؟ واضح بقى هيحصل انفاركشن على طول بسبب الليكوستيزيس، بسبب ان الوايت بلاد سيلز كتير قوي. يبقى اي عضو في جسم الانسان اهو، والرسمه دي بترمز لاي عضو بالمناسبه، اي عضو هيحصل فيه يا جماعه؟ انفكشن، انفاركشن، انفلتريشن. يبقى لما اقول لك بيحصل ايه في السكن؟ ترد عليه في الشفا وتقول له ايه؟ قول له يا دكتور عايز ايه؟ يقول لك السكن. قول له انفكشن، انفاركشن، انفلتريشن. طبعا انفكشن بقى انت بقى تحبيشك بقى. انفكشن يا دكتور في قد ايه بيهرش؟ عشان كده ممكن يهرش شويه. وانفاركشن وانفلتريشن. انفلتريشن تعمل ايه؟ طب الاول بعد ما نكمل نشوف الكلمات المضيئه. لما اقول لك في الكليه انفكشن انفاركشن انفلتريشن. كله بقى انفكشن زي بايلونفرايتس. لما اقول لك في الدماغ مننجيتس انفلايتس ده الانفكشن. انفاركشن ستروك. انت واخد بالك؟ انفلتريشن يقوم يزيد الانتراكرينيال تنشن. قلبك قلبه يكبر شويه لانه ممكن برضه انفلتريتد يقوم يدخل في هارت فيلير. صح ولا غلط؟ لكن خد بالك بقى. تعالى كده طب الجم بيحصل فيها ايه؟ انفكشن وبرده ممكن ايه يا جماعه؟ الانفلاميشن وممكن بس الكلمه المهمه هنا بيحصل ايه يا جماعه؟ جم هايبرتروفي. تلاقي الجم ايه؟ يحصل فيها بليدنج وممكن تتضخم برده. بليدنج انت عارف ليه؟ من البون مارو فيليا البليتلت قليله لكن ممكن تلاقيها متضخمه شويه. طب التضخم ده بسبب ايه يا جماعه؟ انفلتريشن.
ترتيب او ما نسال سؤال لان لازم في الشفوي. تعالى تعالى عليك يا دكتور انصار الغالي تعالى. شفتي شفتي انصار السيسي وهاي وبتاع وايوه نعم الاخوان اخرهم يدخلوا العواف هو هو اللي هو. فالمهم بصوا بقى يا جماعه الاي انتراكرينيال يبقى ده كده يا جماعه انفيكشن انفارشن انفلتريشن واضح ولا مش واضح؟ هسأل سؤال دلوقتي. انا قلت بيحصل جام ايه يا جماعه؟ جام هايبرتروفي. في دواء كان بيعمل برضو جام هايبرتروفي. الدواء ده لانه هو ممكن في الشفوي كله بيجيب كله بيقول لك جام هايبرتروفي تضخم في الجام تلاقيه كبيره شويه. يقول لك في دواء يا ابني كان بيعمل كده عشان السؤال ده بيجي في الام اس كيو. هقول لكم بيجي ازاي في الام اس كيو. اقول لك ركزوا معايا. لا 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 دكتوره يا بنتي في الجام قول لي ايه يا جماعه في الجام بيحصل جام هايبرتروفي نتيجه الكيمياء لكن في كمان مرض تاني وعلى فكره ممكن يحصل جام بليدنج برضه. دواء بيعمل جام هايبرتروفي اللي يقولوا والله العظيم ومش هرجع في كلامي مش احمد موفق اللي بيرجع في كلامه ياخد 2 جنيه مش عارف جاوبين. اللي هو ايه يا جماعه؟ في دواء اقول لك بيجي في الام اس كيو ازاي بقى؟ يقول لك كل الحاجات الاتيه تعمل مثلا جام بليدنج اكسبت. الطالب اللي ما بيركزش هيعرف ان الدواء اللي انا هقوله بيأثر على الجام لكن هو مش بليدنج بيعمل جام هايبرتروف. سمعتوا عن دواء اسمه فينيتوين؟ كل ده طبعا هو بيقول لي طبعا قلت الفامبيسين قريبه انا مش عارف قريبه من ايه بس مش عارف بالاف فينيتوين. فينيتوين ده يا جماعه هنستخدمه خدناه قبل كده في الاريزميا وهناخده بعد كده في الابيليبسي. المهم ركزوا معايا عشان الحته الجايه دي مهمه جدا. يبقى هنكتب كل الاورجانز سكين وكيدني وايه يا جماعه وثلاثه سي يا دكتوره. لا لا ما ينفعش خليك كده قدامي النهارده. فسكين وكيدني وايه كمان يا جماعه وثلاثه سي وبعدين جام وبعدين ايه يا جماعه وبعدين تيسس. برده طبعا تيسس بيحصل فيها ايه؟ ممكن يحصل هايبرتروفي وممكن يحصل على فكره كمان هو ايه كلوروماسي. ايوه لسه هقولها بقى. في كلمه مهمه جدا موجوده في السكن كلمه ايه؟ كلوروما. خد بالك مش احنا قلنا في السكن ممكن يحصل تيشو انفلتريشن. تقوم تيشو انفلتريشن اللي هي كلمه ايه بقى؟ وركزوا معايا تيشو انفلتريشن تلاقي حته مكلكعه كده تيجي في السكن. خد بالك الحته دي اول حته للطالب هنتريش الطب المحلق في اجواء القاعه. يعني الطالب المحدود اعتقد مش هيعرف الكلمه دي اللي هي كلمه كلوروما. كلوروما يعني ايه تاني يا جماعه؟ بيحصل تيشو انفلتريشن تلاقي السكن انفلتريتد باي ايه؟ وايت بلاد سيلز. تعمل كلاكيع كده. لكن للاسف الاسيف ان الكلوروما لا تحدث الا مع نوع واحد بس من اللوكيميا. ما حدش يبص في الكتاب كده. فدايما تيجي في الام اس كيو ده اول سؤال بيجي في الام اس كيو بالمناسبه. يجي يقول لك ان الكلوروما تحدث مع اكيوت ليمفوبلاستيك لوكيميا اكيوت مايلوبلاستيك لوكيميا كرونيك ليمفويد لوكيميا كرونيك مايلويد لوكيميا. ايه رايكم؟ بصوا يا جماعه هقول لك على قاعده حطها حلقه في ودانك لاخر يوم في عمرك. في الام اس كيو والكلمه دي جت مش علميه عشان ما حدش يعترض عليا ويقول لي ايه الكلام ده. لكن ربك بيسهلها. لما يجي دايما اربع انواع من انواع اللوكيميا في الام اس كيو وانت كله يدخل في بعضه ودانك تبدا تطول 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 افتكر الكلمه دي. لما تتزنق قول امل. بس كده لما تتزنق قول ايه يا جماعه؟ امل. اكتبوا الكلمه دي يا جماعه بالعربي. لما تتزنق قول امل اللي هي اكيوت مايلوبلاستيك لوكيميا اي ام ال. وعايزك تمشي في شارع والله عايزكم النهارده تنزلوا وانتم ماشيين في الشارع ولما تتزنق قول امل. لما تتزنق ممكن بالصدفه تبقى واحده بعديها مزه كده امل تبقى ايه يا جماعه ضربت لك حجرين بعصفور واحد. طب لو طلعت وحشه فالمهم قول امل. بس ليه السؤال ده مهم بقى؟ يقول لك مثلا كلوروما تحدث مع واجيب لك اربع اختيارات انا بقول لك اهو والله هتفضل قاعد في الامتحان اللي هينجدك هو ايه؟ صدى الصوت اللي هيجي لما تزنق قول امل امل امل. تقوم برضو مختار ايه يا جماعه؟ اكيوت مايلوبلاستيك لوكيميا مش عارف ازاي اكيوت مايلوبلاستيك لوكيميا. لا تحدث الكلوروما الا مع اكيوت مايلوبلاستيك ايه يا جماعه؟ لوكيميا. طب اشوفكم فاهمين ولا لا؟ لو قال لك مثلا ايه وور رودز انت ولا عارف ايه وور رودز يعني ايه ولا اي حاجه بتحصل في لك وور رودز بتحصل موجوده في انهي نوع من انواع اللوكيميا ده انت لو اتشقلبت وانت بتذاكر هل تفتكر الايه وور رودز دي موجوده فين هو انت اصلا عارف يعني ايه وور رودز هنعرفها كمان شويه بس اللي انا اعرفه ان لما تتزنق اقول ايه يا جماعه امل مين اللي تتصبغ مثلا بال مثلا سودان بلاك امل خلاص الموضوع بقى سهل يا جماعه يعني النهارده اروح الرئيس قسم اللوكيميا قول له رئيس قسم اللوكيميا اسالني اي سؤال خلاص لما تنزل قول ايه يا جماعه امل على فكره في استثناء واحد بس للظاهره دي بس استثناء مش هقوله دلوقتي
اقوله في الاخر. لا مش هو مطلع. عشان نكتبها تحت لما تتزل. لا لما هقول لك اصل حاجه كده بعيده بعيده انا اعرفها مش اللي هو دي اي سي. دي اي سي احسن من الانفو بلس اكتر بس حتى مش مهم. مفيش في الام اس كيو خالص. هو اللي بيجي في الام اس كيو دايما اجابته انا اتعلمت كده اجابتها بتطلع عمل في الاخر. انت عارف زي فاكر الهايبر كالسيميا أيوة. والهايبوكاليميا لما تتزنق قول هايبر كالسيميا هايبوكاليميا كلمه مش علميه بس ربك ايه يا جماعه بيسهلها يعني وبيستخلص. المهم بقى يبقى ده كده اللي هو كلينيكال بيكتشر. سهله ولا صعبه؟ سهله قوي. احنا كده ضربنا كام حجر بعصفور واحد؟ الامريكاني ابوعده ماشي على مواعيد امريكا اصلا. انت جبت تويت امريكا قبل ايوه مش توقيت مش توقيتنا. بصوا بقى يا جماعه شبه كده ان هو ايه يا جماعه بصوا على كده ده كلينيكال بيكتشر اوف الاكيوت لوكيميا وفي نفس ذات الوقت وفي ايه يا جماعه كرونيك لوكيميا انفستيجيشنز بقى. والله العظيم ما انا قايل الانفستيجيشنز يا جماعه للمره الاخيره مش عايزين كلام وركزوا معايا يا جماعه لان بلاحظ ان لما باجي اسال الحصه اللي بعديها بلاقي مش فاكرين مع اني انا براهن ان انت المفروض تخرج من الحصه حافظها لحد الامتحان. والله حتى لو ما ذاكرتهاش انا بلاقيكم قاعدين في الحياه كده فركزوا معايا. الانفستيجيشنز مثلا اللي منكم ذاكر بلاد يدرك المعنى اللي انا بقوله كويس قوي ان اصعب ما في البلاد واغلس ما في البلاد وارخم ما في البلاد واخطر ما في البلاد الانفستيجيشنز. بتذاكرها صعبه بتدخل في بعض حتى دي بتدخل بعض تيجي في الامتحانات كتير دايما بننقص فيها في الامتحان عشان كده انا عمري ما هقول الانفستيجيشنز اوف اكيوت لوكيميا غير ما احفظ جمله. الجمله بتقول ايه بقى؟ ان الانفستيجيشنز اوف اكيوت لوكيميا كلمتين واكتبوا الكلمه دي بالعربي كلمتين وتحبيشتين وان بهين. يبقى طول العمر تفضل فاكر ان الانفستيجيشنز اوف اكيوت لوكيميا لما يجيب لك حاله اكيوت لوكيميا في الامتحان كيس اكيوت لوكيميا يقول لك ايه الانفستيجيشنز اللي تعملها او في الشفوي ترد عليه تقول له ايه بقى؟ قول له يا دكتور كلمتين تحبشتين اني بهين. معايا ولا مش معايا؟ ودايما في الاخر بتجيب درجتين. فهو ده كلمتين تحبشتين اني بهين. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الكلمتين اللي هما للطالب اللي ايه يا جماعه؟ الطالب المحدود بيعرف كلمتين بس ويفضل بقى يبوس في ايده وشه لان الكلمتين دول لو مش عارفهم خد صفر خلاص. هو كلمتين الاساسيتين للانفستيجيشنز. لو انت نص نص هنزود كمان ايه يا اولاد؟ تحبشتين. طب لو انت طالب غير عادي في زمن غير عادي هنزود كمان الان بي. بس عايز اقول لك ان في الام اس كيو ممكن يجي الان بي عشان حتى لو انت طالب محدود يبقى بص عليهم بصه كده وانا راسم ديناصوره معايا. نبدا بالكلمتين. ايه هما الكلمتين بقى؟ ركزوا معايا في الحته دي لان بعد ما نخلصها عايزكم تبقوا حافظينها صم. الكلمتين انتوا عارفينهم. ايه هما الكلمتين؟ سي بي سي وبون مارو. اعتقد دي ما فيهاش كلام. والسي بي سي انا اعتقد الوايت بلاد سيلز بادئ ازاي؟ بدء اخبار الوايت بلاد سيلز ايه؟ عاليه. ده طبعا عاليه بس على فكره مش اللي في دماغكم. يعني انت دايما تقول ايه ده عاليه قوي. لا هي مش عاليه قوي. يعني في الكرونيك لوكيميا قد تصل الى مليونا. والله العظيم مليون. تخيل تعمل سي بي سي تلاقي الوايت بلاد سيلز مليون لدرجه ان انا مش محتاجه ديفرنشال دياجنوز. هتروح تقول له استاذ ممدوح عندك سرطان في الدم الموضوع خلص. انما هنا الوايت بلاد سيلز تعلى بس مش قوي. يعني غالبا ممكن تبقى فوق ال 25000 ممكن فوق ال 50000 قلما فوق ال 50000 معايا. نادر جدا 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 لو تجاوزت الايه يا جماعه ال 100000 هي عاليه بس بالمقارنه مع الكرونيك لا تقارن يعني. فالوايت بلاد سيلز هنا بتبقى لا يا جماعه الكلمه المضيئه هنا ليست ان الوايت بلاد سيلز عاليه. الكلمه اللي الراجل بيدور عليها في الكنترول مش دي. الكلمه اسمها ليمفوبلاستيك او مايلو بلاستيك بلاست سيلز. عارف اللي يكتب بلاست سيلز كده يعني واحد قام كاتب بلاست بس خلاص خد كام؟ صفر. يا جماعه بلاست سيلز لازم تبقى واضحه في الامتحان تبقى حروف كابيتال. لازم يا جماعه بلاست سيلز انا شخصيا لو بحل بلاست دي صفحه سيلز الصفحه اللي بعديها وتقوم يقلب الصفحه اجين بلاست سيلز ولازم تقف احتراما ليها عشان ما يطلعش واحد من الامتحان بكل جروب انت كتبتي يا بنتي بلاست سيلز يا دكتور ده نسيت خالص. ما كتبتي ايه؟ مفيش انا اتلخبطت انت كاتبه اكس راي على المفاصل وبتاع نسيت خالص. فطبعا سي بي سي اول حاجه ايه يا جماعه؟ وايت بلاست سيلز. بس تقوم كاتب ايه يا جماعه؟ انت عارف في الكرونيك لوكيميا نو بلاست سيلز. انما هنا هي دي الكلمه المضيئه. بصوا يا جماعه عايز اقول لكم على حاجه. لما تعمل سي بي سي لواحد وتلاقي عنده بلاست سيلز تعمل ايه؟ تلطم. ساعات سؤال ده بيتسال شفوي اول حاجه تعملها ايه يا باشا؟ لما تلاقي بلاست سيلز قول له يا دكتور تلطم. والله اول ما تقول له تلطم هيديك الفورمولا. تلطم ليه؟ لان انا اعتقد معنى ان في بلاست سيلز خلاص يا جماعه يبقى كل السكك تؤدي الى روما. خلاص الموضوع انتهى اكيوت لوكيميا. فهي الكلمه المضيئه هنا بلاست سيلز ليس عدد الوايت بلاست سيلز لان خدته في الاطفال ان في انواع لوكيميا اصلا الوايت بلاست سيلز ايه يا جماعه؟
ما بتعلاش تبقى قليله. فهي القضيه الوايت بلاد سيلز يا جماعه ليست هي بيت القصيد، ولكن بيت القصيد هنا هو ايه؟ بلاد سيلز. طب بالمناسبه الار بي سيز والبليتلت اخبارها ايه؟ قليلين طبعا. اللي بيفكر ده ملوش دعوه بيه، مجرد ما تفكر. وانا بعضني انكساني لو كان في لسان عضل لسه قايل ان مشكلتك الاساسيه في الحياه از بطيخ في البول مارو، فيلير بطيخ في البول مارو. ومع ذلك تلاقي في ساعات غشاوه بتنزل على قدام عيون الطلبه في الامتحان والله فعلا. لا طالب بيفكر البليتلت والار بي سيز قليل. لا يا جماعه ده انت لازم تقول قليله قوي، ولازم تقول لازم تبقى قليله، يعني قليله قوي ولازم تبقى قليله كمان. يبقى السي بي سي سهله ولا صعبه؟ وايت بلاد سيلز بتزيد. الكلمه المضيئه ايه يا جماعه؟ بلس يا دكتور. بلس سيلز هي دي الكلمه المضيئه في الموضوع. حضرتك حضرتك في البون مارو فيلير كاتب ان هو لا سيبك من بون مارو، ما انا واطيه ليه؟ ان الوايت بلاد سيلز لا لا انا ما قلتش واطيه، انا قلت كتير بس عيال مش شغال اماتشور. في الاول انا عندي وايت بلاد سيلز كتير طبعا ده كتير ده لوكيميا بس مش شغال. بس مش شغال يعني كلها غير ناضجه بلس سيلز وبتاع. فالمهم ده طب انتوا خدتوا في الاطفال بالمناسبه بقى قبل ما نسيب الجزئيه دي في السي بي سي الوقت كان في نوع من انواع اللوكيميا في منتهى السخافه والحقاره منتهى السخافه نوعين. في نوع اسمه سب لوكيميك لوكيميا، في نوع اسمه الوكيميك لوكيميا. الاطفال ما بيحبوش الحاجات السخيفه. لا ده الحته دي مهمه ليه؟ لان انت لو مش عارف المعلومه دي ممكن تضيع الدنيا. ليه بقى؟ في نوع اسمه سب لوكيميك لوكيميا. ايه سب لوكيميك لوكيميا ده؟ اللي هو بيحصل ايه يا جماعه؟ تلاقي الوايت بلاد سيلز قليله، حتى اسمها سب لوكيميك لوكيميا، يعني الوايت بلاد سيلز سب لوكيميك قليله. طبعا قليله بس على فكره النوع ده مش وحش قوي لانك هتشخصه. بتشخصه ازاي بقى؟ بلاد سيلز. على فكره استاذ ممدوح او طبعا ما فيش عيل صغير بقى اسمه ممدوح على فكره حماده او طبعا عيل بيبقى جاي مع امه هتقول لها شوفي يا انسه ابني الوايت بلاد سيلز قليله. اول ما تقول لها ده ابنك حماده عنده لوكيميا تقول لك ازاي؟ كيميا ايه ده الوايت بلاد سيلز زي الفل يا دكتور ده قليله فعنده لوكيميا ازاي؟ يقول لها شايفه البلاد سيلز يقول لك عندك حق بلاد سيلز. انما في نوع تاني بقى حقير جدا اللي هو اسمه ايه بقى؟ الوكيميك لوكيميا، لوكيميا ومش لوكيميا. ده بقى اللي عنده ده ماشي في الحياه يقول لوكيميا مش لوكيميا. ده اللي هو ايه يا جماعه؟ ليه بقى؟ لانه خد بالك من حاجه الراجل ده نو بلس سيلز. نو بلس سيلز يعني ايه يا جماعه؟ مفيش بلس سيلز. يعني كل ما هنالك ايه؟ ان الوايت بلس سيلز ممكن تبقى عاليه شويه، وعلى فكره ممكن ما تبقاش عاليه قوي. ده دي مصيبه يا جماعه. انا مش مفتش كولومبو عشان اشخص ان ده عنده لوكيميا. انت عارف ان ده حلها الوحيد ايه بقى؟ بون مارو. بس انا ارد عليك اقول لك حاجه، ما خد بالك كومن اس كومن. مش كل عيل هيجي زور وجعه شويه وعنده رايت بلاد سيلز ممكن تبقى عاليه سنه وما عندوش بلس سيلز انا هطلب منه ايه؟ بول مارو اكزامينشن ممكن يبقى انفكشن. دي اسمها مطبات الطب الوقحه. تقول لها عايز اقول لك يا انسه ابنك حماده زي الفل، بصراحه انا كنت شاكك ان عنده لوكيميا صراحه، بس انا لما عملت سي بي سي الحمد لله طمنا نو بلس سيلز. شايفه كده بلس سيلز او مش موجوده خالص. يعني بجد يا دكتور طمنتني والله ده انا كنت قلقان انا كمان مش عارف ايه. لا الف مبروك يا انسه ابنك زي الفل. تقوم تروح وبعد اسبوع تسمع ليه يا جماعه؟ العيل مات هو وامه وهم قاعدين مع بعض بسبب ان ايه؟ ان النوع ده اللي هو قاله كيميك وكيميك. يبقى المهم ده اول واحده في الانفستيجيشنز اللي هي سي بي سي. طب وتاني واحده؟ بون مارو. بون مارو بون مارو ما هو بون مارو اكزامينشن لما بنلاقي بقى بلس سيلز بعمل بون مارو اكزامينشن. وهنا المفروض لو انا شاكك في لوكيميا المفروض ان انا اعمل بون مارو اكزامينشن. بس هي الفكره في ايه؟ ان في حالات كتير بتضيع في النص. ليه بتضيع في النص يا جماعه؟ لان انا مش كل واحد عنده انفكشن والبلس سيلز مش موجوده وانا عامل بون مارو اكزامينشن هشك. انت واخد بالك؟ ما هي بتشك من الاعراض الكلينيكيه. انت واخد بالك؟ اول حاله بتتدور معاك. بس هو عشان كده الصح الصح ان انت اما شخصت الراجل ده كلينيكيا او العيب ده كلينيكيا ولقيت سي بي سي الوايت بلس سيلز عاليه قوي صح ان انت على طول تعمل بول مارو اكزامينشن عشان كده. بس انا بقول لك ان في الحياه ساعات في حالات بتروح بسبب الموضوع ده. بس حتى لو راحت انت بتتكلم في حاجه ايه يا جماعه؟ رير رير قوي. يعني بينهم وبينكم انا مقتنع انتوا عارفين فلسفتي في الحياه. ده عيال نحس هيطلع عربيه هتيجي تشيله ايه؟ هو وامه مش هيعرف. المهم يقول لك انا بروح سي بي سي. طب انا اقول لك على حاجه ثانيه بقى. لما بتبقى عيله نحس فعلا طب ممكن تعمل بول مارو اكزامينشن. على فكره اللوكيميا بتاثر على البول مارو بصوره باتشي. يعني ايه باتشي؟ يعني تاخد عينه يعني واخد بالك؟ يعني ممكن بقى قليل الحظ دلوقتي تيجي تدخل تاخد برضه ايه يا جماعه؟ بول مارو اكزامينشن تقوم تلاقي ايه؟ نورمال. تخيل؟ هو عايز صغيره هو عايز يموت هو عايز يموت يعني هو انت فهي في حاجات بتبقى نحس كده. بس هو المهم ايه؟ ما هو بينه وبينك برضه في زمن كله في العيال المحترم برضه. يعني العيال المحترم بتاع زمان ده ما عادش موجود. رقم اثنين بنعمل بول مارو ايه يا جماعه؟ اكزامينشن. بول مارو كلمه ورد غطاها. ركزوا معايا لانها كلمه ورد غطاها. ايه هي الكلمه دي؟ مايلو بلاست او انا بتكلم لينفو بلاست 6
بلاس سيلز في البون مارو اكتر من 20%، هي دي بقى الحاجه الشورست يا جماعه، اكتر من 20% تساوي، مش تخليني تساوي، بتساوي لوكيميا، اكيوت لوكيميا. يبقى هي الكلمه المضيئه مايلو بلاس اكتر من كام يا جماعه؟ او بلاس سيلز عموما سواء مايلو او ليمفو، ماي بلاس سيلز اكتر من 20% تساوي لوكيميا. خلاص الموضوع خلص. ايه اقل من 20؟ لا بقى هي في اللوكيميا بتبقى اكتر من 20%، اكتر من 20% خلاص الموضوع ده ايه يا جماعه؟ الموضوع ده داخل بالله ان هو اكيوت لوكيميا. خد بالك بقى ان دول الكلمتين، دول الكلمتين اللي كل الطلبه هي ايه، وركزوا في الحته دي هيكتبوهم. لقى طالب في الامتحان كتب السي بي سي وكاتب البون مارو طلع سعيد قوي بنفسه، هل ده ياخد درجه؟ هو على فكره الاثنين دول تاخد درجه قليله، بس خد بالك لو ما كتبتش الاثنين دول طبعا تنقص وتاخد صفر، يعني هما الاساس. بس انت عشان تتميز في ان بهين وفي ايه كمان يا جماعه؟ تحبشتين. ايه هما التحبشتين؟ عايز اشوف دماغكم بقى، هو ده الكلام اللي بيفرق بين الطلبه. تحبشتين اللي هما ايه؟ التحبيشه الاولى، ليه ما بتقولوش التحبيشه الاولى يا جماعه؟ هو انتوا ما سمعتوش عن حاجه اسمها يوريك اسيد؟ هو اليوريك اسيد ده مصدره ايه؟ مش بروتينات؟ طب الوايت بلاد سيلز الكتير اللي عندي دي، الوايت بلاد سيلز ايه؟ بلاستيك؟ مع بروتين يا ابني. وخصوصا اثناء العلاج، انت اثناء العلاج الوايت بلاد سيلز ايه؟ هتتكسر، تقوم عامله مصيبه، يوريك اسيد كتير قوي، وعشان كده ممكن تدخل في رينال فيلير، اكيوت رينال فيلير. عشان كده في العلاج حد يفكرني ان انا هدي الو ايه؟ الو بيورينول. انتوا واخدين بالكم؟ فاليوريك اسيد بيزيد، خد بالك مش اليوريك اسيد بس. يوريك اسيد اكتب كده، ودي التحبيشه الاولى. يوريك اسيد وركزوا معايا يا دكتوره. يوريك اسيد كتير ومعاه كمان حاجات تانية كتير اللي هم ايه؟ الكترولايت ديستربنس. الكترولايت ديستربنس ليه؟ من الدايريه اللي عنده، شو عنده انفكشن؟ طب ما الدايريه ممكن تعمل الكترولايت ديستربنس. ممكن كمان الكيمو ثيرابي نفسها ممكن تعمل الكترولايت ايه يا جماعه؟ ديستربنس. فيبقى رقم واحد يوريك اسيد عند الكترولايت ديستربنس. نفسي اعرف ليه ما بتقولوش التحبيشه الثانيه؟ ايه التحبيشه الثانيه؟ هو انتوا كنتوا في الاطفال خدتوا سي بي سي بون مارو بس كده؟ مش قال لك تحبيشتين؟ لا ما تقوليش ما خدتش اطفال يا بنتي، اكيوت لوكيميا دي لازم تتاخد، موضوع مهم جدا. كان صفحتين يا دكتور. كان التريتمنت هو المهم. انتوا خدتوا ايه في الاطفال؟ بجد ولا خدتوا ايه؟ انتوا ما بتاخدوش انت شايع ماشي، ده موضوع ثاني، ما انا بشرحها والله عشان. يوريك اسيد ليه؟ انا هرسم لك رسمه اول ما تشوفيها تقولي لي خلاص يا دكتور فهمت. اهي ده مرسوم. اهي انا فهمت. دي وايت بلاد سيلز دي ار بي سيز يعني انا بشرح لوكيميا دي وايت بلاد سيلز دي الوايت بلاد سيلز دي الريد بلاد سيلز دي انما دي فدي وايت بلاد سيلز وايت بلاد سيلز بلاستيك ولا بروتين؟ بروتين. طب والبروتين بيتكسر ولا لا؟ وخصوصا لما ندي كيمو ثيرابي في العلاج، فعشان كده لما تتكسر هتطلع ايه؟ يوريك اسيد. وعشان كده العيان ده ممكن يشتكي من ايه كمان؟ هايبر يوريسيميا جامده جدا، تقوم تعمل اكيوت. وعشان كده يا ريت تفكروني وانا بشرح التريتمنت ان تقولوا ان ايه يا جماعه؟ الوبيورينول. عارفين الالوبيورينول؟ جبنا سيرته قبل كده. الو في الجوت. الو اللي هو حتى الجرعه بتاعته كانت كارت الو من 100 ل 300، من ابو 100 ل 300 فاكرين؟ كل حاجه الجرعه بتاعته من 100 ل 300. في ايه؟ شرح في ايه؟ الوبيورينول من فارما. لا هو اكيد مش هيقول لك كده. فاكرين الوبيورينول؟ سايد افكت الحراره تعلى، ما هو اسمه الوبيورينول. هنقوله دلوقتي، هنقوله دلوقتي. ماشي معلش. بصوا يا جماعه. يبقى التحبيشه الثانيه خليكي بقى معايا يا بنتي، وبعدين انا بقول انصار السيسي المفروض يعني خلي الاسئله دي في الدرع صموها، ده احنا بنفهمه احنا طاير وهي طايره، انتوا واخدين بالكم يا جماعه؟ خليكي معايا يا بنتي، المفروض برضه انصار السيسي بيسمعوا الكلام، نقول لهم في بتاع ايوه هيحصل بنعالج باللي بتاع. فالمهم بصوا بقى يا جماعه، فالمهم رقم واحد التحبيشه الاولى ايه يا ولاد؟ قلنا يوريك اسيد عند ايه؟ عند ايه؟ الكترولايت ديستربنس. رقم اتنين، طب ما تقوم تطمن على دماغك. اللي هو لازم تطمن على الدماغ، ليه تقوم تطمن على الدماغ ليه؟ اه طبعا هي الدماغ خدته في الاطفال. ممكن الوايت بلاد سيلز تصل الى الدماغ. هو سي ان اس مانيفستيشنز. السؤال ده على فكره اللي جاوبه يبقى جامد قوي. تحصل في الاكيوت لينفوبلاستيك ولا المايلوبلاستيك لوكيميا؟ الامل. لا هنا بقى شفت بقى؟ الامل ما بيعملش سي ان اس مانيفستيشنز. اه لان عمري برافو عليك. شفت الناس اللي فاهمه؟ السي ان اس مانيفستيشنز تحصل فين؟ في الاكيوت لينفوبلاستيك لوكيميا. عارف الامل؟ عارف ليه ما بتحصلش؟ اصل الامل هيموت بدري مش قبل ما يحصل اصلا. ايه يا جماعه؟ لان مفيش امل. فبتقول ايه يا جماعه؟ هو الاكيوت مانيفستيشنز تحصل اكتر مع مين؟ اكيوت لينفوبلاستيك لوكيميا. هنقول الكلام ده في تريتمنت كمان شويه. بصوا بقى يا جماعه، لاني بهين وركزوا معايا. الاني بهايه الاولى
بصوا بقى يا جماعه، انا ببقى سعيد جدا من ايه؟ السؤال ده ساعات بيجي في الامتحانات، مش طلبه بتذاكر، واللي بيذاكروا مره بيحرم ما بيذاكروش ثانيه. لا ركزوا بقى يا جماعه، بس انا ببقى سعيد. السؤال ده لما جه قبل كده اقسم بالله يا جماعه كنت سعيد جدا لما الطلبه قالوا لي ايه بقى، احنا فاكرينه من الحصه، احنا عمرنا ما ذاكرناه بس فاكرينه. بس يا جماعه بشرط تكونوا مركزين معايا بكل جوارحكم، مش خارجين من كلنا نايمين كده وفي تعملوا حاجه بقى في الكليه. دي مش طلبه قاعده بتحضر راوندات وجايه، او لاحظ ان انتوا تعبانين قوي يا جماعه، فركزوا معايا. طب بصوا يا جماعه، انا هقول الفاب كلاسيفيكيشن هقولها مره، اللي هيقولها بعد ما انا اقولها بعد اول مره ياخد 10 جنيه مش هرجع في كلامي. خلاص يا جماعه، بس لو كل واحد فيكم هيقولها كل واحد ياخد 10 جنيه، مش مشكله. انا مش مشكله ايه فاب كلاسيفيكيشن؟ السؤال ده جه مره قبل كده. فاب كلاسيفيكيشن يعني ايه؟ فاب كلاسيفيكيشن بقى ركزوا معايا، العدوان الثلاثي على طلبه كليه الطب، هو فعلا كده اسمه كده، العدوان الثلاثي على طلبه كليه الطب. طلبه كليه الطب قال لك ده كده هيقفلوا سؤال اللوكيميا، طب نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ هما بيالفوا الموضوع سنه 1900 وخشبه، فجم قعدوا ثلاث دول مع بعض قالوا احنا عندنا فكره تلخبط اجدعها طلب، اجدعها طالب. ايه هي؟ فاب كلاسيفيكيشن. العدوان الفرنسي والامريكي معايا، الامريكاني والبريطاني، ثلاثة قعدوا مع بعض قال لك هنعمل ايه يا جماعه؟ ثلاث دول لكي ايه يا جماعه؟ يطلعوا عين طالب كليه الطب. ايه الفاب كلاسيفيكيشن بقى؟ قال لك بالذات في المايلو بلاستيك، الاكيوت مايلو بلاستيك لوكيميا، بيقسموها سبعه مراحل. كم مرحله؟ سبعه. سيبك من الكتاب بقى دلوقتي وركز معايا. ايه هما سبع مراحل؟ ام 1 2 3 4 5 6 7. السؤال ده يجي في الامتحان تكتب السبع مراحل خلاص الموضوع خلص. ويا سلام بقى لما يجي سؤال يقول لك انفستيجيشنز اوف اكيوت لوكيميا، تقوم انت كاتب له فاب كلاسيفيكيشن. ده مش بعيد الراجل اللي بيصحح اصلا يجي له لوكيميا وهو واقف. وانت ايه يا ابن حكايتك؟ صح هو يا دكتور اسامه، هو تخصص في ايه بقى؟ في الانفستيجيشنز بتاعت الاكيوت لوكيميا. فاب كلاسيفيكيشن عندنا كام حاجه؟ ام 1 2 3 4 5 6 7. طب استنى، لو انت طالب محدود هل هتذاكر السبعه؟ لا، بس على الاقل ما لا يدرك كله ايه؟ لا يدرك كله، يعني نعرف اثنين على الاقل. لما تيجي تعملي خط كده يعني الورقه اتشدت منك صدق، ما هو فاب كلاسيفيكيشن. ونعرف حتى ايه يا جماعه؟ وانا من انصار قوي ما لا يدرك كله لا يدرك كله، يعني مش تقول لي صعب انا هسيبها، لا ذاكر اول اثنين، اصل اول اثنين سهلين قوي. يعني اقول لك ام 1 عباره عن ايه يا جماعه؟ هي عباره عن لوكيميا بس وزاوت ماتوريشن. وزاوت ماتوريشن يعني لسه ما حصلش ماتوريشن. تبقى ام 2 ايه؟ بماتوريشن. ويز ماتوريشن ذكاء غير عادي. والله ذكاء غير عادي فعلا، مبسوط منك والله، ذكاء غير عادي فعلا. الذكاء ده لسه ظاهر جديد ولا موجود من زمان؟ فالمهم وزاوت ماتوريشن تبقى ام 2 ايه يا جماعه؟ ويز ماتوريشن اللي هي اللوكيميا. لوكيميا وزاوت ماتوريشن يعني انا مش قادر احدد اصلا الوايت بلاد سيلز اخبارها ايه، مش قادر احدد هل دي ليمفو ولا مايلو، مش قادر احدد كل الكلام ده، فهو فيه بطيخ بس. انما لسه ايه يا جماعه؟ لسه ما حصلش ماتوريشن. ام 2 تبقى ايه؟ بصوا بقى، ام 3 كده كده حتى لو انت مش هتذاكر الفاب لازم تعرفها. ليه؟ لانها بتيجي في ام اس كيو، فحتى لو انا مش هذاكر الفاب لازم اعرف، عشان حتى لما اعمل خط كده تبقى ايه يا جماعه؟ انا عرفت 3 و4 مش عارفهم الراجل يصدق يعني. فيقول لك ام 3 اللي هي ايه بقى؟ مرحله اسمها، وركزوا معايا، تيجي في الام اس كيو الحته دي بروم. موجود السؤال ده في كومار على فكره، انت بتحب كومار قوي على فكره، موجود في كومار والله اول صفحه في الكومار. بروم مايلو سيتك اللي هي الوايد اصل هي الفكره في ايه يا جماعه؟ المرحله نفسها اللي بيحصل فيها بليجنانسي هي برو مايلو سيتك، يعني خطوات تكون الوايد بلاد سيلز قبل ما توصل مايلو سيتك برو. لسه البرو مايلو سيتك بتيجي ليه بقى في الام اس كيو؟ لان المرحله دي اكتر مرحله بتبقى اسوشيتد ويز، اكتر نوع اسوشيتد ويز. اسوشيتد ويز ايه يا جماعه؟ دي اي سي. فعشان كده السؤال ده تلاقيه في كومار يجي يقول لك ايه نوع اللوكيميا في انهي مرحله من اللوكيميا بيبقى اسوشيتد ويز دي اي تي، ويجيب اختيارات بقى. طبعا السؤال ده استحاله طالب عادي يعرف السؤال ده، لا استحاله. فانت اعرف بقى برو مايلو سيتك تبقى ايه يا جماعه؟ برو مايلو سيتك اللي هي ام 3 دي اي سي. طب احنا مش فاضي، احنا مش فبرو مايلو سيتك لغايه دلوقتي يا جماعه حافظين؟ حتى الطلبه المحدوده عارفين ولا لا؟ مش الدي. بص يا برادر، انت مش هتحفظ طبعا السبعه، في حاجات كتير قوي احلى من الطب، لكن على الاقل تكتب له اول ثلاثه وبعدين الخط الظريف كده. هو بس مجرد ايه ده يا ابني؟ هو انت عارف حاجه اسمها فاب كلاسيفيكيشن؟ اقول له اه الحمد لله. وعارفهم اه دكتور، بس الحمد لله ما لقيتش وقت يعني، فكتب ثلاثه بس، مش قاعد هو يكتبهم لك. بس خد بالك، خد بالك ان اللي وصل لام 3 طب ما تقول ام 4، بس ام 4 سهله قوي يا جماعه. ام 3 اسمها ايه؟ برو مايلو سيتك. برو مايلو سيتك، شيل برو مايلو سيتك بنزل بايه؟ بمايل. بس في حاجه اسمها مايلو، خليك راجل كده، مايلو مونو سيتك. خليك مالك،
صح ولا يعني اللي خلى ام 3 برو مايلو سيتك تبقى ام 4 يا جماعه مايلو مونو سيتك واللي خلاها توصل ام 4 بقى بينه وبينكم طب ما تعرف ام 5 كمان اصل تعرف ام 5 يعني ايه شيء مونو سيتك انزل بمونو سيتك مونو سيتك لوكيميا شفتوا شفتوا الام يبقى ما لا يدرك كله لا ايه يا جماعه لا يدرك كله هتقول لي انا مش بتاع فان كلاسيفيكيشن انا عمري ما تخيلت نفسي ان انا في يوم ما اقعد اذاكر فان كلاسيفيكيشن هقول لك يا راجل ما هو ايه يا جماعه اعرف اول 5 سالين او وزاوت ماتوريشن تبقى ام 2 ماتوريشن انت قلت وز ماتوريشن تبقى ام 3 كده كده لازم تعرف عشان الام اس كيو برو مايلو سيتك واسوشيتد وذ دي اي سي مايلو مونو انزل مايلو بس نسترجل كده مايلو مونو سيتك شيل مايلو انزل مونو سيتك يبقى باقي كام يا جماعه 2 6 بينه وبينك اللي خلاك تقول 5 طب ما هي 6 وخصوصا 6 سهله قوي بص يا جماعه هو لوكيميا يعني ايه اصلا مالجنانت بروفريشن اوف ايه يا جماعه ده مايلو بروفريتيف ديس اوردر يعني البون مارو منفعل خط انتاج الوايت بلاد سيلز منفعل قوي صعب قوي في لحظات الانفعال اقدر اصدق ان البون مارو هيتحكم في ايه يا جماعه خطوط انتاجه الثانيه يعني الريد بلاد سيلز برده ممكن تلاقيها ايه تلاقيها زادت بدا يحصل فيها ايه برده يا جماعه فيسموها اريثرو بلاستيك البلاد سيلز بتاعت الار بي سي هي كمان بدات ايه يا جماعه ده كده بقى عادش فيه بطيخ في البون مارو ده بطيخ وايه كمان بطيخ ابيض وبطيخ احمر كمان انتوا واخدين بالكم يا جماعه فيقول لك اريثرو بلاستيك لوكيميا اريثرو بلاستيك لوكيميا يعني ايه اللي حصل لوكيميا وكمان الريد بلاد سيلز بدا يحصل فيها ايه مالجنانت بروفريشن على مستوى البلاست سيلز برده بينه وبينكم بقى لما ام 6 اريثرو بلاست تبقى ام 7 ايه بقى اللي باقيه في البون مارو ايه البلاتلتس طب ما الخليه الام بتاعتها هي كمان هيحصل لها ايه يا جماعه اللي هي ميجا كاريوسايت عشان كده اقول لك ميجا كاريوسيتك ايه يا جماعه لوكيميا مين يعرف يقول الفاز سبع حاجات قولهم كده لوكيميا without maturation لوكيميا maturation بعد كده البرو مايلو ميل بلاستيك ميل سيتك لوكيميا بعد كده المايلو مونو سيتك لوكيميا اللي بيجي معاها الدي اس سي اللي قبلها اللي كان بيجي معاها بعد كده الام 3 بعد كده المونو سيتك واخر اثنين اللي هو واحده اريثرو بلاستيك لوكيميا وميجا كاريوسايتوبلاستيك لوكيميا يبقى ده كده يا جماعه الفاست كلاسيفيكيشن ما اظن ان هي سهله بس خدوا بالكم ايه يا جماعه 2 جنيه ونقسم 2 جنيه ال 2 جنيه ونقسم ها 50 حد بيها حاجه طب المهم ده كده اللي هو ايه انت فاكر الكلام على فكره انت فاكر الكلام ده لا والله المهم ده كده اللي هو ايه لسه السؤال الجاي 5 ثانيه بصوا بقى يا جماعه ولو حد من جروب التراو جاوب اول سؤال بص اوتوماتيكلي كده تراو في 4 خلاص يا جماعه بجد والله اي سؤال يعني مثلا 10 جنيه انا بقى هدفع 5 يبقى في 4 ماشي كده اللي هو التراو اول ما تجاوبوش تقعدي فين يا دكتوره تقعدي هناك في 1000 جنيه والله لا والله معقول تعرف تقولي 4 مرات كده قولي ام 4 قولي ام 4 بس كده على طول فالمهم ده كده اللي هو ايه في اسئله جايه دلوقتي دي التحبيشه الاولى اللي يبقى هي الاولى معايا ولا مش معايا هناك فرق بين طالب دخل الامتحان يا حبيبي الانفستيجيشنز بتاعت اللوكيميا اما ايه ايه بقى والله سي بي سي وايت بلاد سيلز عاليه وفي بلاد سيلز واللي بون مارو في بلاد سيلز اكتر ما شايف بس خالص ايه يا ابني ده انما قول تحبيشك وقول كمان ايه يا جماعه اللي بهاتك اللي بهاتك الاولى اللي هي ايه فاك كلاسيفيكيشن العدوان الثلاثي على ايه طلبه كليه الطب طب اللي بهاتك الثانيه اللي بهاتك الثانيه بس سهله الاول ولا صعبه يا جماعه الفاب كلاسيفيكيشن صعب والله جهز من سنتين تقريبا كنت سعيد جدا بالطلبه ان كان اول مره يجي والطلبه كلهم جاوبوه كنت سعيد قوي اللي هو كده كان جاي في كليه كان جاي في المنصوره مش والله في كليه الطب بصراحه المهم بصوا بقى خدوا بالكم حاجه يا جماعه اسئله البلاد في كل الكليات وانا في القصر شوف كده بقى لك ثلاث امتحانات بالظبط في القصر يعني دايما السؤال اللي بيجي ملفت للانظار وبره السياق بيجي فين لاحظها كده والله في البلاط يعني انا عايزك تشوف تجيب اخر 3 سنين كده تلاقي اسئله الكارديو بدايه النيورو ده في مساطه البلاطه اللي هو بجد يعني يخليك تقعد في الامتحان تورتون تقول يا خساره النيورو لازم جبته كارديو ده بيجي في مساطه درجاته قليله على النودر يومين دول الكارديو بقى قليل قوي خلاص بقى ان هو اتخنق وخلاص ايه يا جماعه اللي دايما يجي فيه الاسئله اللي هي صعبه شويه هو البرانش الحقير ده البلاط عشان كده انا مش هسيب حرف في البلاط يعني الا البلط يعني حتى موضوع بوست جراديويت اللي هي بوست برضه بتيجي فلازم نركز فيه جامد قوي بصوا بقى يا جماعه هنبدا بقى بعد كده نركز في ايه تحبيشه ثانيه اقول ايه النبهية الثانيه النبهية الثانيه يقول لك هاو تو ديفرنشيت بتوين اسمعوا بقى الكلمه دي يا جماعه ليمفو بلاستيك اند مايلو بلاستيك السؤال ده ممكن يجي لوحده في الحاله يعني تبقى حالتك اكيوت ليمفو بلاستيك
كلينيكال بيكتشر هي هي تقريبا، انفستيجيشنز تقريبا هي هي صح. يقول لك هاو تو ديفرنشيت بتوين مايلو اند ليمفوبلاستيك ليمفوبلاستيك مايلو بيجي في الاطراف لا ما غير السن، لان ممكن يجي لك سن رخم يعني عيان اللي هو رخم اه اللي هو جاي لك بقى رخم كده 18 سنه كده تقول له ايه بقى. وبعدين اصل خد بالك السن ما فيش سن اميون، يعني انا ما اقدرش اقول لك ان الليمفوبلاستيك في العيال يبقى ما تجيش في الكبار، تيجي برضه فعشان كده تفرق ازاي. قول له يا دكتور انت عارف انا شايف احسن اجابه ايه؟ قول له يا دكتور بتوع المعامل يعرفوا يفرقوا. على فكره دي احسن اجابه، بس في الام اس كيو وفي النظري لازم تبقى عارف الفرق. ايه هو الفرق؟ اسلام فين؟ بقاله ثلاث حصص ما بيجيش. انا بصوت وصور ثلاث حصص كل شويه صور كل ما افتح الهوم سيلفي الفرحه سيلفي لسه كمان. هو تقريبا على فكره اللي انا فاهمه ان هو فاهم الدعوه السلفيه على ان هو هو حد فاهمه كده. لا يا دكتور عايز ايه؟ هو عايز ايه؟ عايز ايه؟ هو عايز يعمل خطوبه. علاقه خطوبه بالسيلفي يا عم. لا 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 هو عايز يعمل خطوبه عشان كده مش موجود ايام دي. مش بدعوة بالسيلفي يعني دعوة السيلفي دعوة السيلفي دعوة السيلفي دعوة السيلفي ياخد سيلفي كتير. فالمهم يا جماعة بصوا بقى فده كده اللي هو التحبيشة how to differentiate between lymphoblastic and myeloblastic. الإجابة أول حاجة تيجي كده تشوف السيتولوجي تقوم تلاقي تحت الميكروسكوب. اسمع بقى الكلمه دي يا جماعه، حاجه اسمها ايور رودز. ايه امس ايه الايور رودز اللي لسه قايلينها دي؟ امس رودز اللي هي تلاقي فيه حاجات كده خطوط كده حتى كده قضبان بتبقى ايه في وانت تحت وانت بتشوف السيتولوجي تحت الميكروسكوب. حاجه اسمها ايور اللي يهمني ان الايور رودز اسم موجوده فين. امس تبقى بص يا ابني هتتشقلب لي في الامتحان والله العظيم لو اتشقلبت وقعدت تتشقلب ولو ذاكرت منين ولو انت بقى اللي هو كلب من كلاب العلم عمال يهوه طول النهار لما يجي يقول لك ايه الرودز موجوده فيه اكيوت مايلوبلاستيك لوكيميا اكيوت ليمفوبلاستيك لوكيميا كورونا هي اللي هينتشلك. ايه هو اللي هينتشلك بحاله الضياع دي؟ لما تنزل تقول امل 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 اكيوت مايلوبلاستيك لوكيميا، لما تقولها له في الشفه وتبقى انت جامد قوي. فالمهم طب تاني حاجه بقى، مين اللي بيتصبغ بسودان بلاك؟ امل امل معايا. طب مين اللي ايه عشان هقول له دلوقتي بس عشان بس بص ما بتجيش في الام اس كيو، ما بتجيش في الام اس كيو انا مش عايز اخبطك. بص لما تسال قول امل وخلاص، هي اللي بتيجي في الام اس كيو. لا مش تيجي انت بتبص تصرف على حسب انا ما شاء الله. هو امل اللي هي يا جماعه ايور رود. مين اللي بتصبغ؟ طب سؤال، مين اللي بيبقى معاه دي امينيز انزايم؟ امل. لا ليه بقى؟ لان امل بالام فالانزايم اللي موجود فيها ميوراميديز. انما الاكيوت ليمفوبلاستيك لوكيميا ليها انزيم تاني. ايه هو الانزيم التاني؟ دي امينيز. حتى صعبه دينا وصعبه بنقص السطر ده. ميوراميديز بس فاكرها بالشبه في الام اس كيو لما يجي يقول لك في الامل ايه الانزيم اللي موجود؟ امل بالام يبقى ميوراميديز. اختار اي انزيم اختار اي انزيم حلو وفي الامتحان بقى انت عارف بقى الحيله اللي بنعملها ده انزيم اما انزايم بس ميوراميديز انزايم. اصل خد بالك الدكتور بيبقى عقله الباطن هيشوفها صح اهو خلاص ساعات زي في الروشته كده هو هو خلاص بيتابع ايه عقله الباطن بيقولها دي امينيز ده موجود في الاكيوت الفلاسكو. بص دي خلاص يبقى هاو تو ديفرنشيت يبقى خلاص الموضوع سهل. حلو كلام. يبقى مين يقول الانفستيجيشنز اوف لوكيميا كامله؟ كلمتين وهتحب. عارف يا جماعه نفسي واحنا بنراجع في الاخر خالص اجي ابقى واقف في نفس المكان كده اقول انفستيجيشنز اوف لوكيميا. ما بحبش انا الطالب اللي هو ايه بقى سمع رقم 1 سي بي سي ده بعرف ان هو مش هيفتكر. ولو فاكر النهارده هو هيسمع وسمع يا ابني والحصه الجايه والله العظيم هتفتكر برضه في الاخر. انما بقى الطالب اللي ماسك خيوط اللعبه بقى انفستيجيشنز اوف اكيوت لوكيميا كلمتين تحبشتين ان بيهم حتى لو مش عارفهم بس تفضل لحد ما نراجع فاكر البق ده كلمتين تحبشتين ان بيهم معايا ولا مش معايا والله بس خش في الامتحان خش في الامتحان كلمتين تحبشتين ان بيهم واضح ولا مش بس كده. بصوا بقى يا جماعه اخر حاجه هنقولها في الاكيوت لوكيميا لان هناخد بريك وبعدين ناخد الكورونا ماشي. التريتمنت بقى التريتمنت بتاع الاكيوت لوكيميا. بصوا يا اولاد الاكيوت لوكيميا علاجها ايه؟ واحد سواء كانت اي لوكيميا سواء اكيوت او كرونيك او اي حاجه ففي الاول لازم جنرال سبورتيف بيشنت. طبعا الجنرال سبورتيف دايما دي ايه يا جماعه؟ تتنسي. انا بقول لك اهو هتخش على طول على ايه يا اولاد؟ كيمو ثيرابي. لكن لازم في الاول ايه؟ جنرال سبورتيف. جنرال سبورتيف اللي هم ايه بقى؟ هو محتاج نقل دم اديله دم
عنده انفكشن انتي بيلت، عنده يوريك اسيد بالذات اثناء العلاج ناخد ايه يا جماعه؟ معايا دكاتره ولا مش معايا؟ عنصر سيسي ركز معايا ما تركزيش. فده كده اللي هو ايه يا جماعه؟ السبورت اللي هم ايه؟ عنده يوريك اسيد كتير ندي ايه؟ البيورونول. البيورونول ده هنشرحه في روماتولوجي. الو كارت الو حتى كان السايد افكت بتاعه زمان قلت لكم الحراره ايه؟ حراره ومن كتر الكلام والرغي فاكرين كلام والرغي الدايريه لما تيجي الفاتوره احباط في البول مارو كان بيعمل بانسا الدنيا يعني كان بيعمل حاجات كتير كده الالوبيرونول ده والجرعه بتاعته كانت كارت من ابو 100 ل 300 يعني كانت المهم الالوبيرونول ده هنشرحه بس في روماتولوجي بس هو خد بالك بقى الكيمو ثيرابي ايه هنا بقى يقول لك الكيمو ثيرابي هنا بتختلف ليمفو بلاستيك ولا مايلو بلاستيك هنا بقى لازم نفصل انت ليمفو ولا مايلو مين البروجنوزس احسن طبعا الليمفو انت عارف يا جماعه ان الاكيوت ليمفو بلاستيك لوكيميا 100% نسبه انه يخف تخيلوا كده 90% اكتر من 90% انت عارف معنى كده ايه يا جماعه ان كلمه لوكيميا مش كلمه تقلق قوي يعني دايما لما بتقول لواحد مثلا ابنك عنده كده هو نفسه بيقلق جدا يا نهار اسود ويا نهار اسود ويقعد ايه يا جماعه اقول له لا ده النسبه 90% يا جماعه يعني اقول لك ايه يعني البروجنوزس هنا احسن من بعض حالات نزله البرد العاديه يعني انا اعتقد نزله البرد اصلا مش 90% انما هنا 90% بس يتعالج كويس وتشخص بدري خد بالك ان كل ما يتقدم بيك العمر كل ما البروجنوزس يبقى ايه يا جماعه اسوء فنبدا بالليمفو بلاستيك الليمفو بلاستيك اول حاجه في كيمو ثيرابي كانوا اربع خطوات ايه هما الاربع خطوات اهو اربع خطوات ايه هما الاربع خطوات بقى واحد فاكرين عناوين الاساسيه قلت لي ما خدتوش في الاطفال الا الايه التريتمنت فكانوا اربع خطوات شويه اول خطوه اندكشن اوف ريميشن وواحد يقول لي يعني ايه اندكشن اوف ريميشن اصلا اقول لك اندكشن اوف ريميشن المقصود بيها ان انت بتعمل اندكشن اوف ريميشن واخدين بالكم بس كده اندكشن يعني ايه بتعمل او بتقدم ريميشن يعني بحاول ايه يا جماعه اقضي على البلاستيكس بحاول اقلل الوايت بلاستيكس بخليها تراجع بحاول اقضي على الوايت بلاستيكس الموجوده في التيشو او البلاستيكس الموجوده في البون مارو يعني بحاول ان انا ارجعك زي ما كنت عشان كده بيسموها ايه يا جماعه اندكشن اوف ريميشن تعملها ازاي دي يقول لك اندكشن اوف ريميشن اتفق الفقهاء طبعا خدته في الاطفال في مدارس طبيه مختلفه يعني في مدرسه الامريكيه للعلاج الفرنسيه وطبعا المدرسه الفرنسيه حتى قويه جدا في اللوكيميا بالذات لكن يقول لك بندي ايه يا جماعه اتفق الفقهاء ان لازم اديك ثلاث ادويه مع بعض ومن لطف الاقدار بينا ان البروتوكول بتاع اللوكيميا الثلاث ادويه سهلين قوي حفظهم لانهم فيب على وزن فيب على وزن فيب اللي لسه واخدينها على وزن فيب اللي لسه واخدينها طب والله انت عاليه معاك قوي على وزن فيب بس هي فيب المره دي في اي بي طبعا الفي كلكم عارفينها فيني كريستين على حتى اسم الممثله الاستراليه الشابه اللي اسمها فيني كريستين فاكرينها جبنا سيرتها قبل كده لا لسه ما جبناش سيرتها هنجيبها في الروماتولوجي بس فيني كريستين ممثله طبعا كلكم اكيد عارفينها الاستراليه الشابه اسمها كريستين بس كتايها ولا فين كريستين اكتبها بنت الشابه اكتب اللي هو بقى ايه ففيني كريستين في كمان بقى الممثل الامريكاني الشاب اللي هو ده بقى معروف ادري يبقى فيني كريستين ادريامايسن وطبعا لازم تدي كورتيزون بريدنزولون ادريانو دراكورا طب هم فين كريستين نكتبه بقى سواء سيسي او اخوان الاثنين عادي بقى بيكتبوا بس ده اي حاجه بقى يعني هم قاعدين ايه بتعمل سيرش فعلا على الناس فين كريستين اسم الشابه اكتبي المسيره الاسرائيليه الشابه فالمهم فين كريستين وادريامايسن وايه كمان يا جماعه بريدنزولون ما هم سواء انصار دول على فكره اللي هم الانصار الجامدين قوي سواء الاثنين ما بيختلفوش عن بعض ما بيصدقوا اي حاجه ما بعرفش دعوه انصار ابوان بالممثلين ان شاء الله ناخد المراجعه ناخدها في عاصمه مصر الجديده ان شاء الله دكتور عاصمه مصر الجديده نروح ناخدها هناك في بقى سنتر كبير كده ان شاء الله تتبني انا بعد 40 سنه اه بعد 10 سنين لا بعد 40 5 سنين 10 خاطر 3 سنين عشان خاطر ربنا الشهر الجاي ان شاء الله فالمهم بصوا بقى يا جماعه على فكرة لو عايزين يتكلموا جد في الموضوع ده انا مقتنع بحاجة بغض النظر عن الكلام ده صح ولا غلط بس انت عشان تبني اي امة ذات امة كسلانة زي الامة بتاعتنا لازم تضي سيسي وبتصال العصر زي لازم تدي حلم وبدي تحلم فعلا فالمهم يا جماعة بس عشان ما اطلعش بره الموضوع خليكم معايا ثلاث ادوية فين كريستين ادريامايسل ادريامايسل بريدنزولون لمدة قد ايه؟ لمدة شهر عشان كده حتى تسمع يقول لك ايه ده جاله اكيوت لوكيميا فسافر فرنسا قعد قد ايه يا جماعه شهر بياخد الثلاث ادويه دول فينكريستين ادرامايسين ايه يا جماعه بريدنزولون سؤال بقى
هل انت بعد ما العيان ده يرجع خلاص؟ لا وهو لسه بيتعالج طبعا ما تحفظش جرعات انما لمده شهر وخلاص. فينكريستين ادريامايسين بريدنزول. بس هل الثلاث ادويه دول هيجيبوا نتيجه في الدماغ؟ لا. لو الوايت بلاد سيلز وصلت الدماغ ولا الهواء لازم تخترق الدماغ، يا اما بريديو سيرابي يا اما ان انت تدخل انتراسيكال جوه الدماغ وتدي ايه يا جماعه؟ تدي ميزوتريكسيت. عرفت بقى السي ان اس موجوده فين؟ في الليمفو بلاستيك. المايلو بلاستيك هل انا هعمل سي ان اس بروفلاكسز؟ لا، لان اصلا في المايلو بلاستيك المرض طبيعه المرض كده ما بتعملش حاجه في الدماغ. طب سؤال يا جماعه، هو بعد ما خد الثلاثه دول هيحصل ريميشن؟ اه هيحصل ريميشن. واضح؟ والريميشن حلو؟ اه ريميشن حلو في الليمفو بلاستيك. ركزوا في الحته دي. خدته في الاطفال امتى يبقى باد بروجنوز؟ يعني الريميشن يبقى وحش. يعني انت لما تشوف عيل كده اقول له ان شاء الله بنسبه 90% هتخف. لكن كان في ساعات الريميشن تلاقي العيل متنح ما بيخفش. ايه الكرايتيريا اللي كان بتخلي العيان ده نحس؟ لو كان صغير قوي اقل من كام سنه؟ سنتين. او كان كبير قوي اكتر من 10 سنين. كبير قوي يعني في عرف الاطفال تعتبر اكتر من 10 سنين كبير. لو الوايت بلاد سيلز كانت عاليه قوي اكتر من 50,000. شفتوا يا جماعه؟ تبدا لو البليتلت كانت قليله قوي. في حاجات كده لو حصل سي ان اس ايه يا جماعه؟ مانيفستيشنز، كل ده يخلي البروجنوزس ما بيبقاش حلو. المهم رقم واحد عملت اندكشن اوف ريميشن، رقم اثنين عملت ايه يا جماعه؟ سي ان اس بروفلكسز، رقم ثلاثه بقى سؤال، هو دلوقتي خف. هل خلاص كده اقول له روح يا حماده انت ما عادش عندك لوكيميا؟ لا. كنا لازم نعمل ايه؟ اصل احنا وانتم مش عارفينها يبقى احنا بنهرج، يبقى ما انتم خدتوا ايه في الاطفال؟ العيل خف. بتقول له بعد شهر خلاص تخفيت؟ لا قبل المينتنس. في حاجه مهمه قوي يا جماعه كان اسمها ايه؟ اسمها اللي هي اسمها ايه يا جماعه؟ كونسوليديشن او ريكونسوليديشن. اللي هي كونسوليديشن دي اللي هي ايه يا جماعه؟ اللي هي جايه من اعتقد من كونسولتو اللي هو علاج تاكيدي. يعني ايه علاج تاكيدي؟ مش هو خد ثلاث ادويه مع بعض اللي هم فاب وخلاص حصل ريميشن؟ هل كده خف؟ لا. تقول له استاذ ممدوح هنحتاج كمان سايكلين او ثلاثه. اللي هو بتعمل كونسوليديشن علاج تاكيدي. طب انا خفيت، لا هديك برضو ايه يا جماعه؟ شهرين. يعني هتاخد نفس الفاب دول بس ايه؟ شهرين. هنعيدهم كمان مره او كمان مرتين. يكمل الجرعه عشان تاني. عشان كده يا جماعه تسمع للناس مثلا عندهم لوكيميا يروح فرنسا يتعالج وبعدين يرجع وبعدين يسافر تاني، هو سافر اللي تساله سافرت ليه؟ يقول لك العلاج التاكيدي. تاكيد ان هو برضو هياخد الكورس ده تاني، وممكن بعض الناس ياخدوه تالت. والمدرسه الفرنسيه غير المدرسه الامريكيه في الحته دي، ليه؟ لان الفرنسيه بتعيد نفس الفاب تاني. انما الامريكيه تقول لك ايه يا جماعه؟ نغير الكيمو ثيرابي. يعني هو خد ثلاثه هنغير الكيمو ثيرابي لثلاثه تانيين هنغير وهكذا يعني. المهم الكونسوليديشن علاج تاكيدي. طب وبعد كده بقى مينتنانس. طب سؤال، مينتنانس بيستمر عليها لمده قد ايه؟ العيل اللي عنده لوكيميا بيستمر مينتنانس لمده قد ايه؟ ثلاث سنين. وكان بياخد ثلاث ادويه. والثلاث ادويه من لطف الابدار بينا. مينتنانس بالام يبقى ثلاث ادويه بحرف الايه يا جماعه؟ هما الاثنين الام. ثلاث ادويه بحرف الام الاثنين على فكره باخد ثلاثه. ثلاث ادويه بحرف الام اللي هما كانوا ايه؟ مش مينتنانس بثلاثة ام. ميزوتريكسيت ده اسمه ميركابتوبيورين، وبعدين ميزوتريكسيت، وبعدين بريدنزلون. ده بالام ده؟ ما لو عندك برده تبقى بالام. انا عندي برده بريدنزلون. فعندنا دول كده ثلاثه ايه يا جماعه؟ ثلاثه ام. اصل بص انت عمرك ما تنساها ليه يا شكري؟ لان كده كده علاج اللوكيميا خدته في الاطفال لازم ندي كورتيزون، صح ولا غلط؟ فقال لك طب انا اقول لك بقى ميركابتوبيورين ديلي، يبقى الميزوتريكسيت ايه؟ ويكلي. يبقى البريدنزولون ايه؟ بالظبط. يوميا، اسبوعيا، شهريا. ممكن تعمل جلطه ممكن يكون مره فيلير طبعا. بس الاهم طبعا فوليك اسيد ديفيشنسي، دي اهم حاجه في الميزوتريكسيت. عشان كده لازم ياخد فوليك اسيد عشان ده يوم. فده كده اللي هو ايه يا جماعه؟ يبقى مين يقول العلاج بقى تاني؟ انا حاسس ان انتوا برضو يا جماعه مش مركزين. عايزكم ايه؟ اول حاجه ريميشن. قول. طب قول اندكشن انفورميشن. اول حاجه ريميشن، بعد كده بروفلكس سي ان اس، بعد كده كونسوليديشن، بعد كده مينتنس. والمينتنس ثلاثه ايه؟ ثلاثه. طب المايلو بلاستيك يتعالج ازاي؟ اه هنا بقى ركزوا، لان البروجنوزس هنا صعب. لا البريك بعد هنخلص ده وهناخد بريك. بصوا بقى يا جماعه المايلو بلاستيك. لا يا جماعه احنا عايزين نعوض الاسبوعين اللي فاتوا دول. المايلو بلاستيك يلا البروجنوزس صعب. صعب قوي. اه غالبا العيان هيموت. اه حتى اسم الدواء الاندكشن اوف ريميشن هنا على فكره يا جماعه طبعا في الاول برضه في جنرال سبورت، لكن الاندكشن اوف ريميشن حتى اسم الكيموثيرابي صعب. يعني اسم انا اعتقد هو البروجنوزس وحش عشان كده.
الدكتور على بال ما يفتكر اصلا اسمه كيموثيرابي كان اسمه ايه كيموثيرابي ده كان على بال ما يفتكر اصلا عين يكون ودع. اسمه صعب قوي يا جماعه، اسمه العلمي سيتوزين ارابينوسايت. انت حتى لو عارفه هتعرف تكتبه سيتوزين، عشان كده اقول لك ايه بقى اعرف اسمه التجاري. اسمه التجاري كلمه وترجمتها ارا سي كيموثيرابي او لصفه كده ارا. احفظ انت الاسم ده ارا سي، فحتى في الامتحان شافه عايزك تجننه قول له كلمه وترجمتها ارا اللي اشاهد يعني سي ارا. فالمهم اسمه ايه العلمي ده؟ اسمه العلمي اسمه تجاري قصدي اسمه ارا سي. اسمه العلمي ايه بقى؟ سيتوزين ارابينوسايت. وتدي معاه برضو ممكن تدي معاه شويه ادريامايسين بس هو. طب هل هنا بقى في سي نسبر فلكسز يا جماعه؟ لا نو سي نسبر فلكس. طب سؤال المينتنس مفيش، لان هنا ما بيحصلش اصلا سي نس مانيفيستيشن في الامل. مفيش سي برغم ان هو نوع قاتل، لكن سي نس مانيفيستيشن مع انه امل بس اه تصدق حلو قوي البق المعنى ده. يا ابني احط شويه. لا 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 ده بق جامد جدا والله عاليه معايا ولا عاليه معايا قوي مع انه اسمه امل بس مفيش امل. يلا يا جماعه ننجز بس يا جماعه اللي في المينتنس عندنا بعد كده. المينتنس بقى هنا هل في لو حصل ريميشن هل في مينتنس؟ لا. لازم تعمل ايه يا جماعه؟ بول مارو ترانسبلانت. يعني بعد ما خلاص بقى ريميشن وخلاص يا دكتور وانا فرحان قوي وبقى عندي ريميشن وخلاص كل حاجه رجعت تقول له يا حبيبي هيحصل انتكاسه، لازم تعمل بول مارو ترانسبلانت. نقعد بقى ندور على حد ايه يا جماعه، لو حد من اخواته حد من المهم لازم يعمل ايه؟ بول مارو ترانسبلانت. هذا هو سبب وفاه الاكيوت لوكيميا. سبب الوفاه اهم ثلاث اسباب بيموتوك انفكشن بليدنج ده ليس وبعدين في الاخر خالص ما هو بليدنج سيريبرال بليدنج طبعا، وممكن في الاخر خالص يحصل مالتيبل اورجان فيلر. ده يبدا بقى الجسم كله ايه يا جماعه كله يبوظ وتنام بستنيله. هناخد بريك 5 دقايق بالظبط وبعدين كرونيك لوكيميا. البريك لن يتجاوز 5 دقايق يعني يا جماعه عشان ننجز بس. حلو الكلام 5 دقايق يعني كرونيك قد ايه؟ ونص وخمسة الا ثلث بالظبط نبدا. ومش لازم تطلعوا بره يا جماعه يعني اقعدوا انتوا ريحوا هنا كده شويه ولا كده بنزينات اللي هو عشان كده يا جماعه اللي شغالين في البنزينات اكثر عرضه للوكيميا. حتى يا جماعه اللي قريبين من بنزينات بيبقوا برضو اكثر عرضه لايه يا جماعه؟ في برضو بيقولوا شيبسي يعني اللي هو المهم شيبسي كرونيك لوكيميا اه شيبسي برتقال برضو تضل بيها دكتور عبد ايه 5 جنيه. طب استنى 5 جنيه يعني امتى 5 جنيه؟ طب استنى ما تجاوبش 100 جنيه مثلا. في مره واحد هيصرفها برضه عليك قلت له مش فاهم ايه بقى اقول له 1000 جنيه جاب السؤال ده مش عارف. طب فين 1000 جنيه بتصصف في الاخر في الاخر هي 5 جنيه. فالمهم فجاء قال لي عشان يبقى منظرنا عشان يبقى منظرك كويس يا دكتور وانا برضه منظري حلو قدام الدفعه نتفق تسالني سؤال 200 جنيه وانا يبقى منظري حلو قدام الدفعه وبعدين ارجع اعمل تاني. فانا قلت له ماشي ده مصري بجاوب وبعد كده. فالمهم والله على فكره اسمه ميجي ده نفضحه وعندي على فكره ساعات بيعلق على الفيس حتى ساعات عادي بتجري عليه. فالمهم دخلنا قلت له طب خلاص في سؤال بص يا سيدي الحصه النهارده جت لك سؤال ام اس كيو وده صعب جدا والاجابه هتبقى كذا. فالمهم قال لي خلاص اشتغل هندخل بقى. فالمهم الواد كان قاعد ورا خالص وانا دخلت. فبعدين بسال السؤال ده قاعد نايم ورا وزعل ميجي انت عارف انت الفيلم كيلو انا قاعد يا ميجي انا قاعد مفيش فايده بس قال لي المهم انا سال سؤال اقسم بالله انا جاوب غلط انا عارف انت بتفكر كذا كذا. معلش اسمه محمود او محمد منيب ده نجح وخلاص يعني ايه نجح خلاص سبحان الله. فالمهم بقى بصوا بقى يا جماعه نبدا نتكلم دلوقتي عن كرونيك لوكيميا. عايز اقول كلمه لا والله احنا فين احنا فين اللي بياكلوا في ايه؟ طب افتكروا الدكتور الغلبان مثلا في اي حاجه كده لا خلاص 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 يا بنتي خلاص. فالمهم بصوا بقى يا جماعه هنبدا نتكلم دلوقتي عن ايه؟ عن الكرونيك لوكيميا. عايز اقول كلمه ان الكرونيك لوكيميا في البطنه اهم بكتير من الاكيوت لوكيميا معايا؟ واللي بيجي في الامتحان دايما بتبقى كرونيك لوكيميا. هذا لا يمنع ان الاكيوت ممكن يجي لكن الكرونيك هو الاهم. يوم المفروض لو واحد فاهم يقول لي هيهات لان اصلا الاكيوت هو الكرونيك هيبقى في اختلافات بسيطه جدا زي ما هنشوف دلوقتي. لدرجه ان انا دايما بقول معنى ان انتوا قاعدين يبقى انتوا مش فاهمين يا جماعه. لان هنبدا مثلا نتكلم عن الكرونيك مايلويد لوكيميا انا هقول ايه جديد بس خدوا بالكم انا بقول كرونيك ايه بقى؟ مايلويد. لان ممكن تلاقي واحد داخل الامتحان ده طالب المهرجه الهندي كرونيك مايلوبلاستيك لوكيميا طبعا ده خد صفر لان هنا مش مايلوبلاستيك. ليه؟ لان المالجنانسي حصل على مستوى اندر من البلاد سيلز
لكنه برضو لسه مش ماتيور انف، فيسموها ايه يا جماعه؟ كرونيك مايلويد لوكيميا. معايا؟ مش كرونيك مايلوبلاست، ما فيش حاجه اسمها كرونيك. ما هو لو على مستوى البلاست سيلز يبقى بطيخ في البولمرو تبقى على طول اوتوماتيكلي هتبقى ايه يا جماعه؟ هتبقى كيو. انما الكرونيك بدل بطيخ في البولمرو اكتب كده برتقان في البولمرو، تفرق كتير جدا. كرونيك مايلويد لوكيميا اولا مايلويد بالام، فبتيجي للاسف الاسيف في الميل اكتر، وبتيجي في منتصف في الميدل ايه يا جماعه، في منتصف العمر يعني. المهم يعني كرونيك مايلويد لوكيميا هذا العيان الحقير هيشتكي من ايه؟ طبعا هنا لانها كرونيك فهنبدا رقم واحد ايه يا جماعه؟ تيشو انفلتريشن ولا بون مارو فيلير؟ طبعا تيشو انفلتريشن، نفس الكلام بالظبط، لكن لازم ابدا بتحابيش في الاول. اولا قلنا انه بيجي في الرجاله في منتصف العمر، ثانيا قلنا كلمه مهمه جدا لازم تقولها هنا، الكلمه الاولى اللي لا بد من ذكرها، فتيج. وعلى فكره ياما ناس بيتشخصوا كرونيك مايلويد لوكيميا من الكلمه دي بس. انا معاك ان الفتيج شكوى مستفزه وممكن تبقى دكتور كبير جدا بعد كده وتبقى واخد دوبل في الطب وتبقى بتعالج حالات جامده جدا ومستعصيه جدا، لكن ستظل اسخف شكوى هي ايه يا جماعه؟ فتيج. انت استاذ ممدوح بيدخل عليك يقول لك يا دكتور انا حاسس ان انا مش ممدوح اللي انا عارفه طول العمر. دكتور انا حاسس ان انا طبعا شكوى مستفزه لانه دخلت في قد ايه بقى 70 80 الف ديفرنشال دايجنوستس، انما ممكن تبقى شكوته الوحيده فتيج. معايا ولا مش معايا؟ وخد بالك ابسط حاجه تعمل فتيج انت ممكن يتبادر في ذهنك انها مثلا بسبب ايه يا جماعه؟ انا في الاول طبعا هطلع عمر صوره الدم، لا اشوف الجلوكوز، لا اشوف مش عارف الليفر، اشوف الكليه، لكن ممكن يطلع سايكليك في الاخر، صح ولا غلط؟ انما هنا الشكوى الاساسيه فتيج. طب وبعد كده بقى نبدا نتكلم عن ايه؟ تيشو انفلتريشن، بس مايلويد مش ليمفويد، وعشان كده رقم واحد هتبقى ايه يا جماعه؟ سبلين. وهنا بقى الكلمه المضيئه في الموضوع هيوج سبلين. يعني لو نسيت كلمه هيوج سبلين يبقى احنا بنهرج. وانا دايما بقول وما الكرونيك مايلويد لوكيميا الا ممدوح جاي يقول ايه يا جماعه؟ انا مش ممدوح اللي انا عارفه، انا مرهق، انا تعبان وطحال كبير. معايا؟ اللي هو تيجي كده يا جماعه عندما يتحول الانسان الى ايه بقى؟ طحال. تلاقي طحال كده داخل عليك ونازل له رجلين وطالع له دماغ، طحال كبير بمعنى الكلمه، لدرجه انه ممكن يكبر 7 مرات. 7 مرات يعني ايه يا جماعه؟ يعني ممكن تحسه بالظبط يعدي الايه كمان ميد لاين، وممكن تحسه في رجله او في ركبته في الرايت ايليا فوسا. فالمهم ده كده اللي هو هيوج سبلين. وعشان كده يا جماعه قبل ما تكمل الكلينيكال بيكتشر لازم تكتب الديفرنشال دايجنوزيس اوف ايه يا جماعه؟ هيوج سبلين. طحال كبير ممكن يبقى فيه مالتيبل نوتشز، وخدتوا الكلام ده موجود فين يا جماعه؟ في العملي. لكن ايه الحاجات اللي بتعمل هيوج سبلين؟ فاكرين الجاست بلبابول سبلين؟ كان في حاجات بتعمله كتير جمله مسخيه هنقوله في الليفر ده، انما الهيوج سبلين ايه الحاجات اللي تعمل هيوج سبلين؟ ملاريا. هم الثمان اسباب، ثمان اسباب عشان بس ما انتوش الحاجات اللي تعمل هيوج سبلين. ثمان اسباب، ركزوا بقى معايا. لا في الاول، في الاول اول ثمان اسباب، 2 انفكشن ده في الاول. وهنا على فكره بيبان الطالب اللي هو ايه يا جماعه؟ المهرجان الهندي. ليه بقى؟ ليه يقول لك طالب المذكرات صفراء، يقول لك مثلا بالهرزيزس، لا واحد يقول لك ليشمانيا، ليشمانيا ايه يا ابني؟ هما بص كلا زار ده على طول بتعرف ان ده عقلية مذكرات صفراء. انت عارفين الطب عندنا من 1900 خشبه هو اول مذكره. ايوه بس مش لازم، بص خليك اوبن مايند. بمعنى ايه اوبن مايند؟ عندنا في 2 انفكشن مهمين قوي يا جماعه اللي هما ايه؟ بالهرزيزس وملاريا، هو ده اللي لازم تقوله. انما تقضيها لي بقى وكلا زار، كلا زار ايه يا ابني؟ كلا زار ايه وبتاع ايه؟ فهو اول حاجه 2 انفكشن. ايه هما الاثنين انفكشن؟ واحد بالهرزيزس، 2 ايه يا جماعه؟ ده ملاريا طبعا، ده عندما يتحول الانسان الى ايه؟ طحال طبعا. ده حاجه، في حاجه اسمها تروبيكال سبلين هناخدها بس في الملاريا. يبقى المهم اول حاجه بالهرزيزس وايه يا ولاد؟ طيب وكان في كمان لو انت فاكر بقى 2 في امراض الدم جمله مسخيه نخلص منهم عشان اتمايل كده. ولو ما تمايلتوش ثلاسيميا بوليسايسيميا، ثلاسيميا بوليسايسيميا، ثلاسيميا مين فاكر؟ بس كده اقول مين فاكر بس كده. فاكرين الجمله؟ كانت بتقول انيميا سيبير، وكانت جمله لما كلنا اغنيه فاكرين يعني الاغنيه لما قلت لك ايه؟ نموه قليل، طحاله كبير، عظمه ملخبط، حديده كتير، مش دي كانت الثلاسيميا؟ المهم يعني بقى طحاله كبير، ثلاسيميا وبوليسايسيميا، 2 مايلو. ايه هما الاثنين مايلو؟ شرحناهم في البون مارو فيلير، مايلو فايبروزس ومايلو ايه يا جماعه؟ اسكليروزس، اللي هو مره واحده البون مارو تصلب في البون مارو، تلاقي فيه فايبرس تيشو او بعمل زي الرخام، فما بيكونش اصلا ايه يا جماعه؟ كور الدم. فمين اللي بيكون خلايا الدم اصلا؟ السبلين فايبر. مايلو يا دكتور واضح؟ مايلو فايبروزس، مايلو سكلروزس، من الحاجات اللي كانت بتعمل بون مارو فيلير عنيفه. تاني 2 انفكشن، انا اقول 2 انفكشن وانت تقولهم. بالهرزيا وماليريا. 2 موسيقيين، ثلاسيميا وبوليسايسيميا. 2 مايلو فايبروزس وسكلروزس. و2 لوكيميا.
في اللوكيميا اللي هما ايه طبعا كرونيك مايلويد لوكيميا اللي احنا بنشرحها دلوقتي، وفي نوع كمان بيكبر السبلين قوي نوع لوكيميا. ايه هو نوع من انواع الليمفويد؟ بس مش كل الليمفويد لوكيميا، كرونيك ليمفويد لوكيميا نوع اسمه نوع حقير جدا على فكره والبروجنوزس سيء جدا، اللي هي اسمها هيري سيل لوكيميا. اللي كده خالص هيري سيل لوكيميا، تيجي تلاقي الوايت بلاد سيلز عليها حاجات عامله زي الشعر. نوع على فكره انا اصلا مش هشرحه قوي، هقوله بسرعه كده لسبب، لان النوع ده اصلا بيموت قاتل يعني، ما فيش حد نادر ما حد يعيش منه. فده كده اللي هم يبقى الحاجات اللي بتعمل هيوج سبلين كم حاجه بقى؟ 8. 2 انفكشن، 2 موسيقيين، 2 مايلو، 2 لوكيميا. سهله ولا صعبه؟ سهله. واضح ولا مش واضح يا الاخوانيه؟ خليك معايا. يبقى 2 انفكشن، 2 مايلو، 2 موسيقى، 2 لوكيميا. ايه هما الاثنين لوكيميا؟ الكرونيك مالوت لوكيميا، هيري سيل لوكيميا. واحد بقى المفروض لو انا في مجموعه طبيعيه جاي اقول طب انا بقى يلا نكمل بينا نكمل الكلينيكال بيكتشر، لو انا في مجموعه طبيعيه المفروض تقولوا لي ايه؟ لا ليه بقى؟ لان هو نفس الاكيوت، بس ايه يا جماعه؟ بدل ما هقول اكيوت بون مارو فيلير في الاول وتيشو انفلتريشن، هنا ايه يا جماعه؟ تيشو انفلتريشن في الاول، كمل بقى نفس الكلام. بس بالمناسبه كولوروما تحصل هنا ولا لا؟ كولوروما لا 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 تحصل في امل، هي دي الكلمه المضيئه هنا في الموضوع. طب وبعد كده بون مارو فيلير نفس الكلام، بس خد بالك بقى، هل البون مارو فيلير هنا حاجه مهمه قوي عند العيان ده؟ مش قوي. انا بقول لك ممدوح هيبقى عنده ايه يا جماعه؟ والله يا ابني العيان هيدخل عليك في العياده بيشتكي من ايه بس؟ فتيل. تيجي انت تحس ايدك كده تقوم تلاقي ايه يا جماعه؟ طحال. وعلى فكره انت ممكن تحس طحال لو دكتور غبي بقى يشك على طول يروح في سكه ايه يا جماعه؟ بالهارسيا. اه انت عندك ليفر وبالهارسيا وبتاع والفيلم ده، عشان كده لازم تطلب ايه من استاذ ممدوح؟ الانفستيجيشن سي بي سي في الاول. خد بالك بقى الانفستيجيشنز اوف كورونيك مايلويد لوكيميا، السؤال ده جاي جاي احلف. طب والله العظيم بنسبه كبيره جدا كورونيك مايلويد لوكيميا هتيجي في الامتحان يا حاله يا سؤال نظري. لازم، لان ده اشهر سؤال في البلد على فكره، كورونيك مايلويد لوكيميا. الاكيوتات كلها الاكيوت كانت مهمه في الاطفال. الانفستيجيشنز بتاعت الكورونيك مايلويد لوكيميا ايه بقى؟ ركزوا معايا يا جماعه. الانفستيجيشنز بتاعت الاكيوت كانوا كام حاجه؟ حتى الخمسة جنيه كان كلمتين تحبشتين انبهين. انما هنا ايه بقى؟ يقول لك كلمتين وانبهين على طول، بس مفيش تحبشتين. او بص عشان اكون بقى اكثر دقه، كلمتين وتحبيشه وانبهيه معايا بس كده. او بص اقول لك نخلص من كلمتين الاول. طب اكتبوا الاول كلمتين، انا عايزها تبقى مختلفه عن الاكيوت. ممكن نخليها تحبشتين وانبهيين برضو لو انت عايز، خليها كلمتين وتحبشتين وانبهيه واحده. ماشي، هنا كان انبهيين، هنا انبهيه. ايه هما الكلمتين؟ يلا حد يقول سي بي سي وايه كمان؟ بس ركزوا معايا. نبدا سي بي سي. اول حاجه الوايت بلاد سيلز، تركيز بقى غير عادي لان اصعب ما في الموضوع الانفستيجيشنز فعلا. اول حاجه السي بي سي، هتلاقي الوايت بلاد سيلز مالها يا جماعه؟ عاليه، وهنا بقى عاليه جدا. يعني ايه عاليه جدا؟ فوق 100,000، وممكن قد تصل الى مليون بالذات في الكرونيك ليمفويد لوكيميا، ممكن تبقى توصل مليون فعلا. معايا ولا مش معايا؟ انما هنا بتبقى عاليه. بس الكلمه المضيئه ايه؟ مين يقول الكلمه المضيئه؟ هل ان الوايت بلاد سيلز عاليه؟ طب ما انا عارف ان هي عاليه. وخدوا بالكم انت بتتكلم عن ممدوح ده عنده فتيك، واحد عنده طحال كبير قوي، تعمل سي بي سي تلاقي الوايت بلاد سيلز مليون. خلاص روح يا ممدوح، انا حتى من غير ما اعمل بون مارو اقول له روح يا ممدوح ايه؟ انت عندك لوكيميا. صح ولا غلط؟ انما الكلمه المضيئه في هذا الموضوع الحقير از نو بلاد سيلز. هي دي الكلمه المضيئه. اذا ذكر بلاد سيلز ممكن يعني ها تلاقي بلاد سيلز، لكن حتى تبقى قليله قوي. لكن الاصل في الموضوع بيقول نو بلاد سيلز. امتى تظهر بلاد سيلز؟ لو الكرونيك ده ايوه قلب اكيوت، اللي هي حاجه اسمها مايلو بلاستيك كرايس، ممكن تحصل، وارد ان يحصل. يبقى العيان يجي عنده كرونيك مالود لوكيميا، مره واحده يقول لك يا دكتور انا اتنيلت ب 60 ميله، مره واحده دخل في بون مارو فيلير جامده قوي. عشان كده في الشفوي ساعات يقول لك طب العيان ده اللي عنده تيشو انفلتريشن المشكله الاساسيه، لو مره واحده جت انيميا سيفير قوي، ومره واحده بينزف جامد قوي، ومره واحده اقول له يا دكتور اخاف قوي انه يبقى دخل في ايه بقى؟ مايلو بلاستيك كرايسيس. دي ممكن وارد ان هي تحصل، انتكاسه تحصل للعيان ده. انما الاصل في الكرونيك مايلويد لوكيميا بيقول ايه يا جماعه؟ نو بلاد سيلز. يقوم رافع نظارته في الشفوي ويقول لك طب هو الريد بلاد سيلز ايه؟ لحظه خلاص دي بس لو الريد بلاد سيلز والبليتت، الريد بلاد سيلز هتبقى مالها يا جماعه؟ قليله صح؟ بس مش قوش، مش في مش في قلالان الار بي سيز، في قلالان الار بي سيز بتاعت الاكيوت مايلد.
انما هناك كان سيفير معايا ولا مش معايا. يعني ممكن تلاقي هيموجلوبينك قليل بس مش اوش. انما هناك في الاكيوت كان لازم يبقى ايه يا جماعه؟ يوم رفع نظارته وقال لك طب والصفايح الدمويه اخبارها ايه؟ تقوم انت تقول له بص. وهنا على فكره انا بقسم الطلبه ثلاث اقسام. الطالب المحدود انا عايز يقول كلمه ويبص في ايده وشه ضار. الطالب المحدود هيقول لي يا جماعه البليتت اخبارها ايه؟ طبعا بت ايه؟ ده بون مارو فيلير صح؟ فالبليتت بتقل سهب لتحت. ده الطالب المين يا جماعه؟ المحدود. وعلى فكره صح. يعني انا بدل ما تتلخبط لو انت محدود وعندك حاجات كتير قوي اهم واحلى ورقه من الطب خلاص هو سهم الايه يا جماعه سهم لتحت. النص نص هنزود له حاجه والهنتريش هنزود له حاجتين. الطالب المحدود هيقول البليتلت اخبارها ايه يا جماعه قليله. طب الطالب النص نص اقول له البليتلت تمتاز بانها انشيبت. يعني ايه انشيبت؟ يعني تعلى في الاول في ترانزينت ايه اليفيشن تعلى في الاول انكريز وبعد كده تقل. طب الطالب الهنتريش بقى. طب الاول نخلص من الطالب النص نص ده اني شيبد ازاي؟ طيب بليتلت بتقل اهو لكن يقول لك ساعات في الاول في اول اللوكيميا يحصل ترانزينت ثرومبوسايتوزس لان البون مارو منفعل قوي وخط انتاج الوايت بلاد سيلز شغال قوي متهور جدا. في غمره الانفعال ده ممكن تلاقي ايه يا جماعه البليتلت عليت كده صح ولا غلط؟ تلاقيها عليت. طب وبعد كده طبعا الاصل في الموضوع بيقول ايه؟ هتقل تاني. ليه هتقل يا جماعه؟ ما هو اصل في برتقان او بطيخ في البون مارو. فهو الاصل في الموضوع بيقول البليتلت ايه يا جماعه بتقل لكن ممكن ما تستغربش كتير قبل ما البطيخ او البرتقال اللي في البون مارو يكتر قوي ممكن يبقى فيه ترانزينت ايه يا جماعه ثرومبوسايتوس. يحبوا قوي لما انت تقول له ايه يا جماعه البليتلت بتبقى ان شيبت. ان شيبت اللي هو ترانزينت ايه يا جماعه ترانزينت اليفيشن وبعد كده تبدا ايه تبدا تقل. لو انت طالب محدود اخشى كل ما اخشاه تدخل الامتحان تقول ايه ان البليتلت بتزيد. البليتلت بتزيد خدت صفر. هي بتزيد يا جماعه حاجه مؤقته في الاول لكن بعد كده ايه بتنزل. وهو ده اللي انا عايزك تعرفه. واضح ولا مش واضح؟ لا في الاكيوت لا لان في الاكيوت بيبقى فيه بطيخ في البول مارو فمن الاول مش هيبقى فيه فرصه والموضوع بيبقى سريع قوي فمش هتدي فرصه قوي للبليت تزيد. لكن هنا في الكورونيك وارد انه يحصل. واضح؟ طب الطالب الهنتريش بقى هنتريش الطب المحلق في اجواء القاعه طب حياتي كلاب العلم. كلاب العلم لما يتسال البليت اخبارها ايه يقوم يرد عليه يقول له ايه بقى ام شيبت. عارف يعني ايه ام شيبت؟ ام شيبت يعني ايه يا جماعه؟ ام شيبت اغبى سؤال في الدنيا والله يا جماعه فعلا سؤال غبي قوي. واللي يساله معلش ومحدش يزعل مني يبقى اي كيو يبقى تلفيف لساعات في الحياه ما عندوش تلفيف في دماغه خالص. يقول لي ام شيبت يعني ايه؟ هقوم قايل له يعني بتزيد البليتلت وبعدين تقل وبعدين ترجع تزيد تاني وبعدين تقل. اغبى سؤال بقى يقوم قايل لي اه طب هي بتزيد ليه؟ ما هو يا ابني الام شيبت اللي في الاول دي ما هي نفس الام شيبت اللي احنا قلناها اللي هي بيحصل ايه؟ ما هو مش للطالب الهندريش هتبقى حاجه مختلفه يعني في الاول بيحصل ترانزينت ايه ثرومبوسايتوز. طب وبعد كده تقل. بتقل ليه؟ اكتب على الكيرف ده بطيخ او برتقال. اكتب برتقال برتقال. انتوا واخدين بالكم؟ الطالب الهندريش بقى يقول لك وبعد كده ترجع تزيد تاني وبعدين تقل تاني. اكتب ويست فاند بقى. بس ده طالب غير عادي بزمن غير عادي ليه؟ طب البرتقال هيدوس عليها انا في البرتقال بس مش قوي هتعلى شويه اه فبت يعني تعلى شويه في الاول وبعدين تقل في الاول وبعدين تعلى تاني. مين يقول بقى بتعلى تاني اللي استفاد اللي يقول ليه طب بيتاكل عايز يمشي عايز يبريك ليه بيعلى تاني؟ هو انت سؤال يا جماعه هو العيان اللي عنده كرونيك لوكيميا ده هنسيبه ينحرف في الحياه ولا لا؟ هنسيبه خليكم معايا يا جماعه هنسيبه ينحرف ولا 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 نعالجه؟ بس نشخصه الاول. هنعالجه ما دام هنعالجه بكيمو سيرابي صح. فالكيمو سيرابي بتبدا تقضي على ايه؟ تعمل ريميشن تقضي على بلاس سيلز تقلل شويه تقوم البليت تشم نفسها تعلى شويه. يقوم واحد يقول لي طب وليه قلت في الاخر؟ ما رجعت ما هو لان اي كيمو سيرابي انت هتديه اصلا بيعمل على اللونج ران ايه يا جماعه؟ بون مارو فيلير. تعرف يعني لما تقول له الاجابه دي بس انت بتتكلم عن ايه؟ طالب غير عادي في زمن غير اعتيادي يا جماعه. الطالب المحدود وعلى فكره هيجيب الدرجه النهائيه برضه بس مش هيبقى مبهر في الشفوي يعني مش الابهار اللي هو ايه يا جماعه او حتى ورقه الاجابه بتاعتك مش مبهره في الكنترول تقوم قايل سهمين اللي تحت وخلاص البريت بتقل. لو انت طالب غير عادي في زمن غير اعتيادي هتقول ايه يا جماعه؟ ام شيبت. تاني ام شيبت سببها ايه بقى؟ البريت بتزيد وبعدين تقل وبعدين تزيد تاني وبعدين تقل. زادت في الاول ليه؟ منفع وبعدين قلت ليه؟ برتقال في البول معايا. وبعدين زادت تاني ليه؟ عشان الكيمو سيرابي. وبعدين قلت تاني ليه؟ عشان الكيمو سيرابي في اللونج ران على اللونج ران بتعمل ايه؟ بتعمل بول مارو فيلير.
فاول ما تقول له ايه مش شفت تلاقيها ايه يا جماعه تلاقي الراجل امباصص لك تلاقي حكايتك يا ابني قول له ناوي تخصص فين بقى في البليت بتاع الشركه او في البليت في صفائح دمويه انا تخصص صفائح دمويه اصلا حلو الكلام طيب ندخل بعد كده بقى بعد السي بي سي يبقى السي بي سي كلمه المضيئه ايه سهله قوي وايت بلاد سيلز بتزيد نو بلاس سيلز لو حصل بلاس سيلز تبقى ايه كرايس مايلو بلاس كرايس طب البون مارو لا كلام فارغ هتلاقي بدل مايلو بلاس هتلاقي مايلو سايتس طبعا برضو بتبقى عاليه مش ممكن يحصل مايلو بلاست اه في المايلو بلاست كرايسس دول الكلمتين انا شخصيا شايف من وجهه نظري ان الطالب العادي المتوسط حتى الاثنين دول ما بيذاكرهمش لانهم يتالفوا سواء سي بي سي او ايه يا جماعه بول مارو ما هديله كيمياء ما انت لو ما عملتش سي بي سي وبول مارو هنا طب هتعمله امتى لكن السؤال بقى يجي صدى صوت في اللجنه يقول لك ايه بقى تحبشتين على فكره تحبشتين هنا ركزوا يا جماعه معايا هم تحبشتين اللي كانوا في الاكيوت اللي هما كانوا ايه اليورينال يوريك اسيد والالكترولايت ديستربنس وسي ان اس سي ان اس مانيفيستيشنز حلو كلام نصور سي ان اس بس هنزود عليهم حاجه صغيره لسه ما دخلتش على النهايه تبع وانت بتكتب يوريك اسيد عالي وانت بتقول الكترولايت ديستربنس بس الكلمه دي برضو للطالب اللي عنده ايه يا جماعه كلاب العلم بس لما تكتبها سعرها غالي قوي في الامتحان يبقى انت فاهم قوي اللي هي كلمه ايه يا جماعه مش عارف خدتوها في الاطفال ولا لا حاجه اسمها ناب ان اي بي انتوا تلاقوا مش عارفينها لان ساعات بتوع الاطفال ما بيقولوهاش ناب يسموها لاب على فكره دي موجوده في كتاب الاسم فلازم انت تعرفها كويس ناب او لاب الاثنين صح هي دي اختصار لايه؟ عايز اشوف برضه الخيال عندهم ناب يعني ايه؟ ناب او لاب يعني ايه؟ ان ايوه الانيتروفيل او ليكوسايت الكالاين فوسفيتاز ايه اللي بنقسمها دي العرب؟ وايت بلاد سيلز وايت بلاد سيلز الحقيقيه السليمه عندها القدره ان هي تطلع انزيم اسمه ايه؟ لاب الكالاين فوسفيتاز ما دام لانه طالع من الوايت بلاد سيلز يبقى نسميه لاب او ناب طب لو الوايت بلاد سيلز تعبانه زي في حاله اللوكيميا هم كتير في العدد بس تعبانين هل هتلاقي اللاب ده موجود؟ هتلاقيه موجود بس قليل فلما تقول له الناب بتبقى قليله اصل ممكن في الام اس كيو يقول لك ايه بقى في حاله الكرونيك مايلود لوكيميا which is incorrect ويجي يقول لك مثلا الناب بتبقى عاليه طبعا انت قاعد ناب ايه الناب الناب بتبقى هنا ايه يا جماعه قليله الكلمه دي مهمه مهمه طب اهميتها في ايه بقى عشان نفرق بين اللوكيميا وحاجه هتيجي كمان شويه اسمها الليكيمويد رياكشن الليكيمويد رياكشن اللي هو شبيه اللوكيميا بتلاقي الوايت بلاد سيلز عاليه برضه بس سليمه وعشان كده بتلاقي الناب ايه يا جماعه الناب موجوده لكن في اللوكيميا الناب بتقل بس مين يفتكر كلمه زي دي هي دي ممكن الايه الوايت بلاد سيلز ايوه الفانكشن بالظبط الوايت بلاد سيلز السليمه اللي شغاله كويس بتطلع الناب عشان كده في اللوكيميا بتلاقي الناب مالها قليل صح ولا غلط بصوا يا جماعه انا دايما من انصار ايه ما تذكرش كلمه تنساها في الامتحان فهي دايما الناب هتتنسي والله هتتنسي ده انت تبقى كويس لو افتكرت اصلا ان الوايت بلاد سيلز بتبقى عاليه في اللوكيميا والله يبقى كويس فهو بس في كلمه بقى اللي هي النهائيه لازم تفتكرها لازم طب لو نسيتها تاخد صفر الا وهي ايه بقى سمعتوا عن حاجه اسمها فيلادلفيا كروموزوم دي ولايه في امريكا ما هي ولايه في الدي ان ايه في امريكا اهو الراجل بقى ده طبعا يقول لنا جنب جنب فيرجينيا بالظبط فيلادلفيا دي ولايه جنب فيرجينيا ده والله فيلادلفيا ما هو فعلا ليه بقى اقول لك فعلا صدق فعلا كلامك صح ليه بقى اقول لك ليه لان فيلادلفيا دي هي امريكيه طبعا في مره جم علماء اثنين علماء فيلادلفيين كان فعلا اغنياء قوي عملوا فكره غريبه جدا قال لك احنا هنشوف الناس اللي في فيلادلفيا برضو والله ده حقيقي فعلا وقال لكم حاجه طريفه في الكروموزوم الحقير ده قال لك احنا هنعمل ايه بقى هنشوف الناس اللي عندهم لوكيميا في فيلادلفيا راحوا قعدوا على القهوه اللي قدام مستشفى فيلادلفيا الدولي وقعدوا ايه يا جماعه يشوفوا الناس اللي عندهم لوكيميا ويدوروا في الكروموزومات بتاعتهم سرطان الدم واذا بيهم بمفاجاه مذهله ان 90% او اكتر 90% او اكتر من الناس اللي عندهم كرونيك مالود لوكيميا عندهم غلطه في كروموزومين مع بعض في غلطه في كروموزوم معين فقال لك ايه ده فسموه ايه يا جماعه فيلادلفيا كروموزوم كرونيك مايلود لوكيميا بوزيتيف فيلادلفيا كروموزوم في 90% من الحالات فيلادلفيا كروموزوم ده اللي هو كروموزوم رقم كام خدوا بالكم من الحته دي مهمه جدا كل الطلبه حافظين رقم اللي هو رقم كام يا جماعه كروموزوم رقم ده دي معلومه معروفه 22 ابو تريك وديس حامد بيتر معايا ايوه فهو يقول لك يبقى فيلادلفيا هو فعلا مشكله بالايه يا جماعه قال لك في الامتحان كل الطلبه حافظين 22 بالمناسبه هو كان زمان من حوالي 10 سنين
كان في قبلها من 8 سنين فيلادلفيا كروموزوم عشان واحد عنده تكست بوك قديم. شوف كده فيلادلفيا كروموزوم كان رقم كام؟ كان رقم 21. العلم اتغير بقى رقم 22. خد بالك عشان يا جماعه وانت لو سي مثلا دكتور في الشفا وعنده 700 سنه وبيسالك فيلادلفيا كروموزوم رقم كام، فانت لازم تتاكد انت متابع يا دكتور ولا انت قديم قوي من زمان. قول له كده والله في الاول يقول لك لا الحمد لله متابع وابديتد جدا مش عارف ايه، قول له 22. لكن اقول لك والله يا ابني بقى 10 20 سنه ما بقراش بقى خلاص، انتوا بقى جيلكم اللي يقرا كده، اقول له 21. قول له فيلادلفيا كروموزوم 21 بس انت افتكر ان هي ايه يا جماعه 22. يوم يجي في الام اس كيو بقى اسئله الام اس كيو الحقيره جدا يقول لك ايه، يقول لك ان فيلادلفيا كروموزوم عباره عن غلطه ترانسلوكيشن بتوين، ويجيب اربع اختيارات كلهم 22 بس يقول لك ايه بقى 22 و9 22 و11 22 و8 22 و14. فلازم تحفظ الاثنين، مش طلبه كتير حافظين الاثنين، كل طلبه عارفين ايه يا جماعه، وهو بري جراديويت يقول لك كفايه تعرف 22 بس، ممكن في الام اس كيو لازم تبقى عارف الاثنين. عمرو زكي او عماد متعب بلاش عمرو زكي مش عايزين نجيب حاجه ايه يا جماعه زبر خالص. فيبقى 22 وايه يا جماعه و9 حلو الكلام. فيقول لك انها هسال سؤال انتم ممكن تستغربوا له جدا، هو مين البروجنوزيس احسن لو انت عندك غلطه في الكروموزوم ولا لو كروموزوماتك سليمه؟ كروموزوماتك سليمه سليمه دي حاجه غريبه جدا على فكره. يقول لك لو كروموزوماتك فيها غلطه اللي هو عندك فيلادلفيا كروموزوم البروجنوزيس احسن. يعني انت عارف لو انت عندك كورونيك مايلويد لوكيميا وكروموزوماتك سليمه البروجنوزيس يبقى وحش طبعا، هيتلاعب بيك على طول في الشفا وهيتلاعب بيك على طول ايه يا جماعه طبعا في الشفا وهيتلاعب بيك للصبح. طب لو واحد عنده يا ابني كورونيك مايلويد لوكيميا وجينا نشوف الفيلادلفيا طبعا الحمد لله نحب ان هي تبقى ايه طبعا الطالب وراه على طول طبعا هتقول طيب الحمد لله الحاجه بتبقى سليمه الحمد لله ولا فيها غلطه يا ابني؟ لا يا دكتور فيها غلطه ايوه ناقص عنده كرونيك مالود وكيميا وكمان كروموزومات فيها غلطه. طبعا اول ما تقول كده ضحكه شريره متقطعه تروح على المكان كله وصفر، انت تقول له يا خبيث اول مره كده قول له طب اكتب الكلمه دي بالعربي خبيث. اللي عنده غلطه في كروموزوماته بروجنوزوز لا البروجنوزيس بتاعه احسن لا هو مش حلو مصيره احسن يطمن على يطمن على الحاجات طبعا إيه ماشي يا جماعه. فاللي عنده غلطه في كروموزوماته المصير احسن بس كده ايه لا هي احصائيات بس انت بتقول لي ايه السبب يعني غلط الكروموزومي مصيره احسن مش عارف ايه اللي فيها الجمله دي. اللي عنده مشكله في كروموزوماته المصير بتاعه بيبقى احسن بكتير. حلو الكلام. طيب ندخل بعد كده يبقى دي الكلمه المضيئه في الادلفه كروموزوم. السؤال ده يا جماعه لازم بيتسال كتير قوي. ندخل بقى بعد كده يا برادر خليك معايا ندخل بعد كده نتكلم عن ايه يا جماعه؟ ايه العلاج؟ إيه خدت بالك كورونيك مالود لوكيميا ما فيهاش حاجه تذاكر تقريبا الا الديفرنشال دايجنوزس وفي ايه؟ هيوج سبلين. هنقول العلاج وبعدين الديفرنشال دايجنوزس. العلاج ركزوا بقى معايا يا جماعه. واحد سبورتيف ميجرز ما سبورتيف دي في اي لوكيميا. بص يا ابني غالبا هتنساها غالبا هتنسوها ما تذاكرهاش لا تذاكرها لا ما هي سبورت في اللي هو ايه؟ عايز دم جديده عايز انفكشن عايز بطيخ خد عايز يوريك اسيد خد يوريك اسيد اللي هو دايما يعني حاجات اي كلام كده. انما الكيمو ثيرابي بقى الكيمو ثيرابي هنا بصوا يا جماعه اقول لكم على حاجه سهله قوي بس ركزوا يا جماعه لان الام اس كيو الام اس كيو انا حذرت انا في اول سطر كاتب كلمه للطالب المحدود عشان نضحك وخلاص واللي ايه يا جماعه والحياه تستمر. يقول لك مايلويد بالام يبقى بياخد ايه؟ مايلرين بالام. اصل لقيت القافيه حكمت لان الليمفويد هياخد دواء اسمه ليكورين فقلت مايلويد مايلرين بس انا المايلرين المايلرين ده اللي هو البايسولفان على فكره بس انا قلت اكتب اسمه التجاري عشان تبقى ام وام تفتكر يعني بدل ما تسيب فراغ في ورقه الاجابه اهو مايلويد مايلرين ليكمويد هتبقى ايه؟ قصدي الليمفويد هتبقى ايه؟ ليكورين مايلويد بس مش ده الدواء الرئيسي. طب انا كاتبه ليه في الاول؟ عشان القافيه حكمت انما الدواء الرئيسي شوف انا كاتبه ازاي خط اسود تقيل وتحتيه خط كان في صراع مرير مع نفسي والله وانا بكتب الحته دي ابدا بالدواء بتاع الطلبه الدرسي اللي هم هيفتكروه غالبا مايلود مايلرين ولا الدواء فقلت ايه اكتبها مايلرين وبعد كده الهيدروكسيوريا هو ده الدواء الاساسي هيدروكسيوريا معايا ولا مش معايا بس كده هيدروكسيوريا على فكره هيدروكسيوريا قلنا هتيجي سيرته على الدكتوره كل شويه جت سيرته فين قبل كده سيكل سيل انيميا ثلاثيميا يعني هتيجي سيرته النهارده في كورونيك ايه يا جماعه؟ مايلود لوكيميا اهو تيجي سيرته بعد كده في البوليسايزيميا هتيجي سيرته بعد كده في الثرومبوسايتوز الثرومبوسايزيميا عشان في الاخر خالص بعد ما اخلص منهج البلاط هقف هنا واسال سؤال واحد بس هيدروكسيوريا يستخدم ان اول اوف ذا فولوينج اكسبت
الهيدروكسي يوريا، بس على فكره مش ده المين تريتمنت الحديث، لان في حاجه واحده هقولها دلوقتي، بس هو ده الاساس فعلا. لما تيجي في الام اس كيو هو الهيدروكسي يوريا معايا ولا مش معايا؟ كيموثيرابي هو ده اللي بيقضي على الايه، على الوايت بلاد سيلز. انما انا كاتب مايلران في الاول ليه؟ الافيه حكمت مايلويد مايلران عشان تبقى الليمفويد ايه يا جماعه ليكوران، واضح؟ لان ممكن تنسى في الامتحان هنعمل ايه يعني، اسقط كاتب له مايلران على هيدروكسيوريا ممكن تألفها بالصدفة، بس لما تكتب له برضه حاول خط تحت كلمة هيدروكسيوريا. ممكن أعمل إيه كمان يا جماعة؟ ريديو سيرابي على السبلين. ممكن مثلا شايفين الكوبلين عندكم ده يا جماعة؟ في ديناصور في دوايين صح؟ زمان، لا زمان مش من زمان قوي، من 3 سنين كنت أنا دايما أقول شايفين الكوبلين اللي فيه ديناصور ده يقولوا لي أيوة شايفين. اقول ما يذاكروش غير الطالب مين؟ ديناصور الهنتريش، بس ديناصور الطب المنقرض اللي هو بعد كده اتطور بقى هنتريش الطب المحقق معايا، بس هو اللي ذاكر كل ده. فالطلبه المحدوده تذاكروا علوم، لا انتوا لا ما تذاكروش، الطلبه المحدوده ما ذاكروش كلام ده دلوقتي ما ينفعش. ليه؟ لان العلم الحديث قال ان الدوايين دول بقى هم دول اللي فعلا دراجز اوف تشويس، يعني هو ده دراج اوف تشويس فعلا، العلم اثبت كلمته انهم فعلا بيجيبوا نتائج كويسه جدا. فما ينفعش ان انا لغايه دلوقتي ما اكتبهمش اول حاجه، يعني لدرجه انه ممكن قد يجيب نتائج اكتر كمان من ايه يا جماعه؟ من هيدروكسيوريا، وغالبا يستخدم على هيدروكسيوريا. طب فين دواء بسيط قوي اللي هو الانترفيرون؟ الانترفيرون وجدوا ان الكرونيك ايه يا جماعه؟ ده يبدو يبدو ان كلام كفته، ان كلام اسمه ايه يا ابو عاطي؟ ابو عاطي كفته كان صح؟ ايه انترفيرون بتاع هيباتيتس سي اهو يعالج الليوكيميا. ايه علاقته؟ فاكر لما هو طلع قال لك انا شفت جهاز ياخد الفيروس وايه؟ بيعمل زي كان عنده فيروس وراح اللي هو الحمد لله بنعالج الفيروس بالسكر بالسرطان، هو قال كده بالكانسر والملاريا كمان والصدفيه بيعالج الصدفيه كمان عارف فيروس الفيروس عارف فيروس الملاريا سبحان الله. يعني هو يعني هو انت وقفت عديت كل ده جيت وقفت على الكلمه دي اللي هو يعني قصه عملنا. المهم بص فيروس الملاريا هو برضه بينه وبينكم يا جماعه اقول لكم على حاجه عشان ما حدش برضه يعني ما هو ده يا جماعه الاصطياد برضه يعني واحد اهدى طبعا بقى كل ما تيجي تكلم اي واحد اخواني كفته انت مصدق الكلام ده قناه سويس 2 كفته ده محافظين والله العظيم اتكلم مع اي واحد اخواني كده ان شاء الله قناه سويس 2 شرط 8 هتفتح وكده وانت متفائل وكده زي الكفته كل واحد لما ده مع بعضي انا شخصيا هقتله والله انا متسبب ان كل حاجه يا جماعه ولعلمكم بقى مش قناه سويس 2 ده احنا كمان هنعمل مترو انفاق 2 كمان مترو انفاق 2 في الصحراء الغربيه الصحراء الغربيه بصوا بقى يا جماعه ايه طريق واحد طريق واحد نعمل فيه مترو طب ايش يوصل ايش طيب بصوا بقى يا جماعه فالانترفيرون في دواء تاني بقى ايه هو الدواء التاني تايروزين كاينيز انهيبيتور ده هنتكلم عنه في الروماتولوجي مجموعه البيولوجيك الجديده اللي بتجيب نتائج كويسه جدا في التيومر وفي اي انفلاميشن عموما تايروزين كنت زمان بقول الاثنين دول اي كلام يا جماعه دي حاجات ريسنت فلسه ما كانتش ايه يا جماعه يعني دوكيومنتد حاليا لا ده خلاص ده بقى دوكيومنتد وبقى هو كمان دراج اوف تشويس فانت لو ما كتبتش انترفيرون والايميتينيب او اللي هو التايروزين كاينيز انهيبيتور يبقى احنا بنالف او يبقى احنا قدام قوي واضح ولا مش واضح؟ واضح فهمتوا يا جماعه؟ طب انت لو كتبت كده في تريتمنت تاخد كام في الامتحان؟ نص الدرجه ليه؟ لان هذا العيان الخطير قد يدخل في ايه؟ مايلو بلاستيك كرايس يبقى لازم تشمر كده زي الشاطر وتكتب ايه؟ علاج المايلو بلاستيك كرايس اللي هو الاكيوت مايلو بلاستيك لوكيميا اللي هو كان الدواء بتاعها كان اسمه ايه؟ سيتوزين ارابينوسايد اللي كان اسمه التجاري ايه؟ ارا سي اوعى تدخل الامتحان تكتب لي اشاهد سي اشاهد سي ارا سي لو ارى كلمه وترجمتها ارا سي تفتكر كده ايه؟ فكذا فارا سي او انظر سي او رد واحد مثلا ايه؟ انظر سي او ارى لوك او ما هي هتبقى ايه كده؟ فالمهم ده كده اللي هو ايه يا جماعه؟ ده كده اللي هو علاج المايلويد نقول الليمفويد بالمناسبة بسرعة لا. لأنها مش مهمة فنخلص منها يلا. نخلص منها بس مش مهمة ما هي فضل صفحتين لا حد يذاكر والله صفحتين يا عم انتوا لسه شفتوا حاجة ده انتوا هتشوفوا لسه أيام سودة أيام سودة يا عم فضل صفحتين حرائق يعني حرائق المفروض تستعملوا كده بصوا بقى يا جماعة كرونيك ليمفويد لوكيميا اكتبوا النيورو مش مهم العلم هو انتوا كارهين العلم ليه كده ايه كره العلم ده بجد والله هي مش مهمه بس على فكره بقى بتيجي في الامتحان والعلم كمان اقول مش مهمه مش معناها ان هي مش هتيجي في الامتحان بس لو جت طب ما هي هي ايه يا جماعه المايلويد بس بالتصرف تعالوا بقى نتكلم عنها كلمتين نقول ايه الفرق بينها وبين المايلويد اولا
انها ركزوا معايا يا جماعه انه ما لا يركز مش هذاكرها يا جماعه طالما هي في اول دلوقتي. اول حاجه كرونيك ليمفودوجيميا تيجي في سن كبير يعني سن كبير يعني فوق 60 70 80 سنه تيجي مثلا 60 65 سنه في الرينج. ركزوا معايا بقى في الحته دي لان على فكره يا جماعه النوع ده كومن وهتشوفوه كتير يعني هتلاقوا في ناس كبار في السن عندهم النوع ده وممكن هم ما يعرفوش او مش حاطين في دماغهم. اقول لكم ليه مش حاطين في دماغهم دلوقتي فهو بيجي في سن كبير غالبا العيان ده ممكن يعيش بيها 15 20 سنه انت متخيل يعني النوع ده انت ممكن تتعايش معاه ب 10 15 20 سنه. عشان كده الاتيتيود الحديث في العلاج يقول لك ايه بقى والله يا جماعه حتى الجماعه الامريكان دايما يقول لك كده يقول لك النوع ده وده فعلا بقى الاتيتيود الجديد في العلاج يقول لك ما تعالجوش سيبه. واحد يا جماعه عنده هي المرض هي يعني هيجي وهو عنده 60 سنه ممكن يتعايش 20 سنه يبقى بقى عنده كام على حسب 80 قول ممكن 85 سنه يا جماعه ده اكيد زهق من الدنيا اصلا انت هتعالجه ليه 85 سنه اللي هو خلاص زهقت بقى معايا لدرجه الجماعه الامريكيه ده انا كاتب كلمه في تريتمنت والله جامده قوي اقول لك سيبه ايه يا جماعه يعيش ات بيس وذ هيز ديزيز. عجبتني اول عجبني اول بوق ده في التريتمنت اقول لك سيبه يعيش في سلام مع المرض بتاعه يا جدع ما هو جايز يموت اصلا في ال 20 سنه دول بسبب اي حاجه ثانيه ونبقى خلصنا بقى احنا ليه هندي علاج. وفعلا الاتيتيود الجديد في العلاج يقول لك ايه تسمع ناس كبار في السن يجي يقولوا لك ايه ورحنا كشفنا عشان ما تستغربش من الحكايه دي. لا واحد كبير النهارده مثلا يقابلك يقول لك ايه حتى مثلا عنده 70 سنه يقول لك انا اكتشفت على فكره وطلع عنده لوكيميا هتقول له انا بتاخد ايه لا ما باخدش حاجه تاخدش حاجه ايه منه الحمار اللي بتاعك لا ده هو مش حمار ده سيادتك الحمار اللي انك بتقوله كده لانه فعلا الاتيتيود الجديد في النوع ده ما تعالجوش عالجه ليه تعيش 20 سنه كده بالطريقه دي وبعد كده خلاص تودع خلاص هتبقى سكت من الدنيا اصلا فما تعالجوش فعلا بيعيش كويس سيبه يعيش ان بيس وذ هيز يا جماعه او ات بيس وذ هيز. ده انا كنت كاتب في النسخه القديمه لو حد معاكم النسخه القديمه حد مع النسخه القديمه كنت كاتب اكزامبل يموت مثلا بحاجه ثانيه اكزامبل حادث عربيه بس وانا لقيتها كلمه ده ماشي اه والله بس كلمه زي انه فعلا ممكن غالبا يموت بسبب اي حاجه ثانيه غير المرض معايا. كلمه ات بيس وذ هيز حتى كلمه عجبتني قوي الامريكان دايما يقولوها على المرض ده. ايه بقى الكرونيك ليمفويد لوكيميا يشتكي من ايه؟ واحد اسيمتوماتيك اثنين اسيمتوماتيك ثلاثة اسيمتوماتيك اسيمتوماتيك ايه؟ 15 سنة اللهم الا ممكن يشتكي من فتيك طبعا فتيك وبعد الفتيك نفس الكلام تيشو انفلتريشن وبون مارو فيليا تيشو انفلتريشن نفس الكلام اللي كان فين يا جماعة في المايلود لوكيميا بالظبط بس هنا بقى الطحال ايه؟ ما بيكبرش قوي هنا المشكلة بالليمفويد تبقى ليمفا ادينوباثي. بصوا يا جماعه اقول لكم على حاجه ما تذاكرش النوع ده بس خليك ذكي ونفسي تفهموا يا جماعه الفلسفه دي خليك ذكي ذكي يعني هو الاكيوت تقريبا هي الكرونيك القصدي الكرونيك ليمفويد هي الكرونيك ايه مايلويد نفس الكلام لكن اسيمتوماتيك كلمه مهمه هنا ذاكر المراحل تقوم لما تكتب المراحل يبقى انت هنا ايه يا جماعه لا ده انت بذاكر بجد لان المراحل ما فيهاش ايه يا جماعه ما فيهاش فصال المراحل بقى اللي هم ايه وركزوا معايا يا جماعه المراحل بتاعت كرونيك ليمفويد لوكيميا وهقول لكم المراحل دي هتخليك هنتريش ازاي بقى ينقسم الكرونيك ليمفويد لوكيميا الى خمس مراحل. المرحله الاولى اللي هي ستيج كام بقى زيرو تبقى الثانيه كام 1 2 3 4 خد بالك ان انت في الامتحان ممكن تغلط تقول المرحله الاولى الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه لا هنا زيرو وبعدينهم اربعه بس 1 2 3 4 زيرو اللي هي ايه اشطب على زيرو عشان ما تتلخبطش اصل زيرو دي اللي هي ايه ليمفوسايتوزس بس isolated lymphocytosis يعني كل اللي عنده ليمفوسايت بس عليها وعشان كده ممكن ديسكفرد ايه يا جماعه اكسيدنتال لو عيان رايح بيعمل سي بي سي لقينا الليمفوسايت ايه يا جماعه كده انت عندك ليمفوسايت عاليه قوي isolated lymphocytosis بس هي الليمفوسايت كام في الميه من الوايت بلاد سيلز اصلا من 5 ل 7% حاجه زي كده ده ايه يا جماعه في ايه الليمفوسايت كام في الميه 20 20 في هنا بس 20 في الميه 25 ده 20 من 20 ل 45% اه هي ممكن في الرينج الطبيعي شغل 32 32 المفروض الراجل 33% و3.7 فالمهم ايه يا جماعه بصوا بقى يبقى من 20 ل 45% ركزوا معايا يا دكتور فده كده اللي هو الليمفوسايتوزس في الاول ايزوليت. طب وبعد كده المرحله الاولى ما هي زيرو ليمفوسايتوز طب الاولى اللي هيكبر الليمفادينوباثي تبقى الثانيه يبدا يحصل ايه في الثانيه اورجانوميجاش اللي هو طبعا اهم حاجه سبلينوميجاش عشان كده يا سلام عليك بقى يقول لك هو هنا الطحال يا ابني ممكن يكبر ولا دكتور في السيتش 2 ليه في حاجه
يدخلوا في المرحله الثانيه وممكن يكبر في حاجه الوقت بقى انت بقى ايه ده يا ابني وانت مذاكر براحه قول له هو ما يعرفش ان انت اصلا مش مذاكر غيرها هو يا جماعه لو انت قاعد ليله الامتحان كده مش هتذاكر كرونيك لفود وكيمياء لما تذاكر مراحل لما يجي يقول لك كلينيكال بيكتشر انفستيجيشنز تستغل المراحل دي جامد جدا طب المرحله الثالثه تبدا مين كمان تقل بقى الار بي سيز عشان تبقى الرابعه مين اللي بتقل عشان كده ممكن يقول لك هو البون مارو فيلير يحصل هنا قول له اه ممكن يحصل بس في الاخر يا سلام عليك بقى لما تقول له في المرحله الثالثه والرابعه تبدا الار بي سيز والبليتت ايه يا جماعه تقل شفتوا بقى يا جماعه فالمراحل المرحله الاولى ايه طب زيرو ايه المرحله زيرو لوكسيتوز ايزوليتد لوكسيتوز طب الثانيه اللي هي الاولى يعني تبدا الانفلوت شفتوا العيان بيبقى ايه بقى يا جماعه اسيمبتوماتيك فتره كبيره بعد كده تبدا الانفلوت تكبر ويعيش كده وبعد كده بقى يبدا الخطر امتى لما تلاقي كمان طحال كده وبعد كده يبدا في الاخر خالص بومرو فيلير بقى دكتور انا بعد 10 سنين من المرض بدات احس بانيميا وبدات احس يا دكتور عندي البليت قليله قول له خلي عندك دم انت بقالك انت عندك لوكيميا بقالك 10 سنين عايز اليرت عايز نعمل لك ايه عشان كده لما بوم فكره قال لك من عدم الحكمه ان انا اكتب لك ايه دواء لان الدواء هيخلي حالتك اسوا بكتير يعني الافضل ان انت ايه يا جماعه تعيش من غير الدواء سيبه يعيش ات بيس وذ هيز ديزيز قول له الكلمه دي في شفاه اه والله ممكن يموت بسبب اي حاجه ثانيه انا ممكن بقى وتدعي ربنا ان هو في خلال ال 10 سنين دول ايه يا جماعه يموت بسبب اي حاجه ثانيه اكيد واحد عنده يا جماعه فوق 70 سنه اهي عنده اي حاجه منتهيه ثانيه يموت بسببها ونخلص بقى واضح ولا مش واضح الانفستيجيشنز هي كلمه كلمه وايت بلاد سيلز هنا بتزيد قد تصل الى كام بقى اكتر من مليون اه بس هنا الرقم معلش اللي قبليه كان 100000 الرقم مختلف انا بتكلم ماشي بس هنا بيبقى غالبا مليون بيوصل 100000 هناك كان 100000 وممكن يصل الى مليون بس هنا الاصل في الموضوع بقى الدراسه بتاعت عليه قوي بس اهم كلمه ايه بقى ايزوليتد ليمفوسايت ايزوليتد ليمفوسايتس هي دي الكلمه البطيئه هنا في هذا الموضوع ساعات بقى في الامتحان اللي بيعرف يجيب درجه بقى ايزوليتد يعني دي الحاجه الوحيده يعني وايت بلاد سيلز كلها طبيعيه انما الليمفوسايت بس العيني تاوش ما هي اسمها الليمفوسايت لان وايت بلاد سيلز بتبقى مالها عالية بس ايه المكون اللي عالي فيهم الليمفوسايت تبقى 9 بيجيب درجه يا جماعه وبقال المذاكره بيجيب درجه لما يقول لك طب الار بي سيز والبث تخبرهم ايه ترد عليه تقول له ايه قول له الرد اللي يفهمه قول له دكتور الار بي سيز بتقول لك امتى قول له في المرحله الثالثه طب والبليتت قول له في الرابعه يوم بصص لك كده يا ابني بس انت عارف المراحل وكده قلت له ذاكر الاصلي طب هو يا سلام بقى لو سالك قبليها ايه يا جماعه ستيجنج هي بير والله ذكرات صفرة فالمهم ايه فالمهم ده كده اللي هو ايه يا جماعه فده كده اللي هو طب نعالجها ازاي ما نعالجوش ما تعالجوش دي اول كلمه فعلا لكن لو حبيت تعالج اسمه ليمفويد يبقى العلاج ايه يا اولاد انا شو بقى في حكمة ليكورين اخطر نوع منها طبعا الهيري سيلوكيميا مش طبعا ايه طبعا هي نفسها برضو الجنرال سبورتيف ميجرز نفس الكلام مفيش اي مشكله اللي هتذاكره النهارده بذمه كرونيك مايلويد لوكيميا معايا كرونيك مايلويد لوكيميا والفيب الايه بكره عشان بكره في بصوا ان الاسبوع ده لازم خليكم بس معايا هناخد حد 2 3 4 عشان نعوض بقى الايه الخميس اللي فات ده مفيش فرح لا لازم اختار لا مفيش فرح لا مفيش فرح ما هو اكبر فده كان ازاي ان شاء الله يبقى المهم يا جماعه